طيب انا باشمهندس هشام، ايوه السلام عليكم. نبدا يا فندم؟ ان شاء الله بيك. نبدا. ايوه على بركه الله باذن الله. الو، ايوه منطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله مساءكم بكل خير. إن شاء الله في خلال المحاضرة التانية بتاعتنا، محاضرة السيلز دي، إن شاء الله نبتدي نوضح إيه اللي عملناه في المحاضرة الأولى ونكمل إن شاء الله. بس قبل ما نبتدي عايزين نوضح بس مجموعة جزئيات. رقم واحد بخصوص كان يعني في مشكلة في الصوت عند حضرتك. عندي مشكلة في الصوت. باشمهندس هشام، في مشكلة في الصوت. الصوت بيقطع. الصوت بيقطع. كده تمام. كده تمام. كده احسن بيه. كده ايوه تمام. تمام. طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله بس في المحاضرة دي هنوضح إيه اللي عملناه في المحاضرة الأولى بتاعت الـ 3 دي، في نفس الوقت هنوضح إيه هي اللي هنتم إن شاء الله في خلال إيه الكورس بشكل عام. كان الناس بعد الناس سألوني إيه هي المعطيات أو إيه هي سوري المحتوى بتاع الدورة بشكل عام. هو الكورس إن شاء الله هيتكلم عن السيفل بشكل عام، كنا إحنا نزلنا التفاصيل بتاعته على الجروب بتاعت الكورس على الفيس. حد إحنا في الجروب أهو، اللي هو جروب اسمه سيفل 3 دي كورس باي انجينير هشام فوزي. تمام. وفي اول بوست هنا موجود، لو ضغطت على كلمه سي مور هتلاقوا طبعا الشباب ربنا يجزيهم خير حاطين اللينكات بتاعت كل المحاضرات ان شاء الله، اهي السبع محاضرات، زائد تحت هنا هتلاقوا التفاصيل كامله بتاعت كل ايه كل المحتوى بتاع الكورس نفسه، بحيث من خلاله تقدروا ايه تعرفوا ايه المحور الاساسي اللي هنتكلم عليه. وطبعا التفاصيل بتزيد طول ما احنا ايه شغالين في الكورس، زائد ان الكورس عشان اللي ما بيلحقش معانا ان هو يخش معانا في اللايف اللي هو يعني في الزوم، ممكن يتفرج لايف في نفس المكان او في بعد كده تتسجل. طبعا الحاجه دي كلها بتبقى موجوده طبعا زي ما انتم شايفين، مثلا تحت شويه كده هنلاقي المحاضره اهي، المحاضره اللي فاتت موجوده اوريدي على القناه او موجوده في صفحه ديم اريبيا. مهندس عمر الله يجزيك كل خير، يعني حاطط لنا هنا على اليمين اللي هو سيلز دي فري كورس، هتلاقوه برضه موجوده هنا. وبالنسبه في برضه ناس سالتني بخصوص الشهاده اللي ما بيلحقش شويه عشان ياخد الشهاده وما الى ذلك، هو تثبت والله الشهاده مع الشباب هنا في الجروب، يعني هو هنا باشمهندس هشام، صوت حضرتك قطع تاني. قطع تاني. الو، ايوه السلام عليكم. معلش صوت عند حضرتك قطع تاني. طيب كده تمام ولا ايه؟ لا برضه في لسه في مشكلة. لحظة لسه في مشكلة. جرب كده حاجة حقيقة شكرا. كده تمام. كده تمام. طيب تمام كده. يا ريت حضرتك تقرب بس المايك منك شوية. حطه مباشرة بس هو شكله السلك بس هو يعني. طيب كده واضح طب الصوت تمام؟ كده تمام. اتفضل. طيب ماشي على بركة الله. بخصوص زي ما قلنا التساؤلات اللي هي خاصه بالشهاده ممكن طبعا تتابعوا على الجروب والشباب طبعا هيردوا عليكم في بخصوص ايه عمليه الحضور الحضور السوري المحاضره. في نفس الوقت طبعا انا شفت بالمره اللي فاتت برضه في اخر المحاضره بينزل اللينك تقريبا تبع فورم في جوجل، اعتقد من خلالها تسجلوا الحضور بتاع الايه بتاع الكورس على ما اعتقد كده. فدي خاصه بايه كده كده بشكل عام عن الشهاده وما الى ذلك. اما بقى عن محتويات الكورس نفسه زي ما قلنا موجود اوريدي على الجروب وهي موجوده معانا برضه هنا في ملف وورد، هبقى انزلها لكم برضه ان شاء الله في رابط ايه؟ في رابط مع الشغل بتاعنا في اخر المشروع اخر سوري اخر اخر المحاضره باذن الله. دي ده الحاجه الاساسيه. الحاجه الثانيه بقى نبتدي نشوف احنا خدنا ايه المره اللي فاتت، عشان برضه اللي ما حضرش معانا المره اللي فاتت او ما شافش يعرف بس ايه حاجه سريعه كده، احنا عملنا ايه في المحاضره اللي فاتت السابقه. موضوعات اللي اتناولناها في المحاضرة رقم واحد هنقلب في المحاضرة رقم اثنين. خدنا موضوعات التي سيتم شرحها بشكل عام أثناء الكورس، مرحلة ما بعد تثبيت البرنامج وازاي ايه اللي البرنامج بينزل معاه برامج ايه وشكله ايه بشكل عام. خدنا الواجهة الأساسية بتاعت البرنامج وشرحنا العناصر الأساسية فيها ووظيفة كل عنصر.
شرحنا الفرق بين عناصر الرسم الخاصة بالأوتوكاد وعناصر الرسم الخاصة بالسيفل. الكاد العادي بيبقى ليه مثلا لاين والبولي لاين وإلى ذلك، يختلف تماما عن عناصر السيفل، ده طبعا شرحناه بالتفصيل في دي في المحاضرة اللي فاتت. معلش الصوت عند حضرتك برضه قطع تاني، ده مشكلة في النت أو حاجة. كده احسن. طيب ولا ايه؟ السلام كده احسن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده يا باشمهندس اتفضل. ايه يا شباب، خلينا الفرق ما بين ملف الاوتوكاد وملف السيفل اللي هو ملف التمبليت الاساسي اللي بيتبنى عليه الرسم بشكل عام. وكنا اتكلمنا في الجزئيه دي عن حاجه اسمها الكاد ستاندرد، الناس قالت لي عايزين نبص عليها، فانا هنبص عليها بصه سريعه برضه، اللي هو الناشونال كاد ستاندرد. ده اللي هو زي ما قلنا الناشونال كاد ستاندرد ده، بحيث احنا لما بنيجي نعمل سواء لايرز او نعمل اي تفاصيل في اللوحه، واللوحه دي نحب نوديها لاي جهه حوالين العالم بتبقى معروفه بالنسبه لنا ومعروفه بكل جهه، الجهات يعني اللي بتستخدم الكاد بشكل عام بالنسبه لها العمليه سهله. فاحنا كنا جينا فتحنا عندنا وفتحنا ملف سيفل جديد هنا وبصينا على نلاقي اللايرز كلها موجوده رغم ان الملف فاضي، وقلنا ان كل حاجه من هنا كنا حتى جبنا هو اللاير دي اسمها سي برينج ديك، تمام كده. المفروض اي حاجه خاصه مثلا بالبرينج اللي هو الديك اللي هو التوب الخرسانه العلوي بتاعت الخرسانه بتاعت سوري الجسور بتتحط في اللاير دي. طب انا عرفت منين الكلام ده؟ لو فتحنا هنا على سبيل المثال اللي هو الكاد ستاندرد، تمام، ونزلنا فيه شويه بس كده في اللايرز اهي زي ما احنا شايفين. كنا اتكلمنا ان لو بصينا حتى يبقى هنا وهنا مع بعض، تمام. في اللايرز عندنا لو نشوف كده عندي على اليمين عندنا هنا كل لاير قدام منها حرف الاول، مثلا هنا في حرف السي. السي ده يدل على ايه؟ لو احنا بصينا في ملف الملف البي دي اف معايا هنلاقي السي ده خاص بالسيفل، هنلاقي مثلا حرف البي ده خاص بما هو كله سيرفي، تمام؟ يبقى معنى ان هو سي يبقى دي حاجه خاصه بالسيفل نفسه. وبعد كده زي ما انتم شايفين يعني مثلا هو جايب مثال هنا ان هو الاي ده اللي هو الاركتكتشر، وجايب بعد كده التفاصيل كل حاجه. لو بصينا حتى قدام في السي ده هو السيفل، تمام؟ وشفنا المسميات ادي مثلا ده البي عايزين السي اللي هو السيفل، تمام كده؟ اهو احنا لو جينا بريدج او بص باشمهندس بعد اذنك في امكانيه، معلش ان حضرتك تقرب المايك شويه لان الناس عماله تشتكي ان الصوت بعيد شويه، معلش. طيب حاضر، معلش عذر. كده احسن. الو السلام عليكم، كده احسن هندسه ولا ايه؟ وحاليا بيقطع شويه، بيقطع تاني المشكلة شكلها في السلك والله للأسف. لسه برضه صوت حضرتك مش واضح. كده أحسن يا بيه؟ الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده احسن هندسه ولا ايه؟ صوت بيقطع برضه يا فندم. ايوه نعم مفيش صوت هنا. السلام عليكم. كده تمام. طيب. فكنا قلنا زي ما احنا شايفين هو مثلا كلمه سي بريدج، في عندنا مثلا سي بريدج ديك، فهنا كده ان البريدج ده الديك بتاعه، تمام؟ فاي حاجه خاصه بالخرسانه بتاعت الديك نفسها بتتحط في اللاير دي. طبعا الناشونال كده ستاندرد هنزل لكم برضه نسخه منه. في كل التفاصيل دي، حتى لو رجعنا لقائمه البي اللي هي الخاصه بالسيرفي، لو انا مثلا بعمل شغل مساحه خاص بالكباري فبقول له البي بريدج ديك هنا ده التوب الديك اللي هي الخرسانه مثلا من فوق. يبقى كل لاير من الموجوده هنا في ال 7 3 دي ليها ايه؟ طبعا ليها توصيف فين في الناشونال كاد ستاندرد، دي حاجه عالميه. كنت ذكرت طبعا ان في كان في كورس معمول لها في اكاديميه الطيران، هحاول برضه ان شاء الله ايه
منكم اللينك بتاعها. دي تاني حاجه كنا اتكلمنا عنها بخصوص الايه الناشونال كريدت ستاندرد. نرجع معلش هنا الملف ده. بعد كده عملنا شرحنا ازاي هي المشاكل اللي ممكن تحصل معانا لو احنا بنجيب ملف من الاوتوكاد وندخله بالسيفل، وشرحنا ازاي نتعامل مع الايه مع الملف ده. عملنا مقارنه سريعه ما بين البرنامج والسيفل اللي هي خاصه بالكتابات والخطوط، وبعدين شرحنا اول عناصر السيفل اللي هي النقاط، وعملنا منها ادراج وشفنا ايه الفرق ما بين نقاط الكاد ونقاط السيفل، وشرحنا ايه هو البوينت فايل فورمات، واخيرا جاوبنا على مجموعه ايه مجموعه اسئله من اللي كانت ايه من اللي كانت موجوده معانا في المحاضره ساعتها. هنبتدي جاي بقى نبتدي كاننا هنبتدي من النقاط، لان احنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان كلنا اغلب اللي هيشتغلوا على برنامج السيفل لازم هيشتغل على الحاجتين دول، النقاط والاسطح. والنقاط والاسطح دول مشتركين في اغلب عناصر ايه عناصر السيفل بشكل عام. فلو كده هنبتدي نشوف الكاد سوري النقاط اللي معانا اللي موجوده في الملف. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا المره اللي فاتت فتحنا اللي هي كنا فتحنا الملف دوت وعملنا ادراج للنقاط بالفعل من الملف ده. هنبتدي معلش نعملهم تاني، هنديه بس الاول هنا هنكتب اللي هو كود اي جي تمام كده، وقلنا هنا هنعمل ايكوال كونكاتينيت. مجرد ما بنكتب كلمه كونك بتظهر معانا كلمه كونكاتينيت، بنضغط عليها وبعدين بنضغط على كلمه اف اكس. طبعا ده عشان تجهيز مين المفروض؟ عشان تجهيز المعادله نفسها عشان ندخل الملف للايه لبرنامج السيلز رينج. تمام، هبتدي اضغط هنا وبقول له والله انا عايز البوينت نمبر اول حاجه، وبعدين بنزل بعمل له الكاما. طبعا ممكن نحط هنا كاما او سبيس زي ما شرحنا المره اللي فاتت، ونيجي هنا نقول له في الايستنج مثلا وبقول له كاما، وبعدين النورثنج بقول له كاما، والاليفيجن كاما، واخر حاجه معايا الايه اللي هو الكود وبقول له اوكي. كده هو جمع لي مجموعه الخلايا دي كلها في خليه واحده، وده المطلوب، عباره عن البوينت نمبر الايستنج والنورثنج والايه والاليفيجن. تمام، مجرد ما بعمل دبل كليك في الكورنر هنا على اليمين بيعمل لي هو ايه كوبي الحاجه دي كلها من البدايه لحد النهايه اللي هي كوبي المعادله، بعمل له كوبي من هنا وباجي على ملف الديسك توب هنا يمين وبقول له نيو، بقول له ان جي ال مثلا بنحط ان جي ال، وبعمل كليك يمين وبقول له بيست. يبقى انا كده عملت ملف تكست، ملف التكست ده من خلاله هنبتدي نعمل ادراج للنقاط داخل برنامج الايه السيفل تري. هبتدي اخد ملف كله حفظ، وباجي في ملف السيفل من قائمه انسرت باجي على البوينت فايل. تمام، بوينت فروم فايل، وبختار الفايل بتاعنا زي ما احنا قلنا فيه يعني على الزائد اللي موجود هنا. معلش كده الصوت شغال ولا لا يا شباب؟ في ناس بتقول ان الصوت مش شغال. طيب تمام حلو، اللي هو ملف ال ان جي ال وبقول له اوبن. تمام، طبعا البرنامج بيبتدي يشوف الملف اللي جاي دوت الكاما ديليميتد اللي هو الفارق ما بين الكتابه الاولى والكتابه الثانيه عباره عن سبيس ولا كاما. تمام، في نفس الوقت بيديني الاختيارات المتاحه على حسب البيانات اللي موجوده، ولكن زي ما احنا شايفين ان اول حاجه جايبها لي الايستنج والنورثنج والبوينت اليفيجن، في حين ان الملف عندي لا انا عندي اول حاجه البوينت نمبر وبعدين الايستنج نورثنج اليفيجن وبعدين فكده هو مش مختار البوينت فايل فورمات الصحيح. فابتدي انا اختار من الليسته اللي موجوده هنا، في الحاله دي بشوف اللي هو البوينت فايل فورمات المناسب ليا اللي هو البوينت ايستنج نورثنج اليفيشن كود. تمام، كنا شرحنا المره اللي فاتت ايه التفاصيل دي، وهناخد نشوف تفاصيلها كمان ايه كمان شويه. وفي الحاله دي مش هعملها في جروب وبقول له اوكي على كده، فبيبتدي يعمل لي ادراج بالنقاط. ولكن قبل ما اعمل ادراج بالنقاط لو بصينا احنا في الليسته اللي موجوده هنا البريفيو دي، عشان برضه جالي تساؤل بخصوص الجزئيه دي، بيظهر هنا بس 20 نقطه، في حين ان الملف مثلا فيه حوالي 3900 نقطه. هنا بيظهر اول 20 نقطه فقط، بحيث انت بتشوف من خلالهم البيانات بتاعتك كده ترتيبها صحيح ولا لا. اما بقيه النقاط هتنزل مع عمليه الايه؟ مع عمليه الادراج. مجرد ما بقول اوكي وننتظر عليه لحظات. طبعا بتختلف من جهاز للتاني في عمليه انزال النقاط دي، ساعات بتاخد وقت كبير وساعات بتاخد وقت قليل على حسب مين، على حسب الجهاز نفسه. لو عملنا زوم اكستند تمام بيبتدي تظهر معايا ايه النقاط زي ما احنا شايفين.
طبعا النقاط ظهرت معايا بشكل اكس كده، لان الاكس ده عباره عن زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان هو اول ما تنزل نقاط في برنامجك بيبتدي على الشمال هنا في قائمه البروسبكتور، لو مش ظاهره معانا من قائمه هوم نضغط على كلمه تول سبيس ونتاكد ان العلامه دي ايه اللي هي البروسبكتور مفتوحه معانا. هنلاقي حاجه اسمها اول بوينتس بيتم البرنامج بيعملها بشكل تلقائي بمجرد ان احنا بنعمل ادراج للنقاط في الرسم. في نفس الوقت بيدينا الشكل اللي هو الاكس اللي هو الشكل الستاندرد. طبعا هو الشكل دوت او اي تفاصيل خاصه بعمليه ان احنا بنفتح ملف جديد وبنعمل اي ادراج او اي خطوه فيه دي الديفولتس بتاعت البرنامج. لو حبينا نغير الديفولت دي نيجي من قائمه سيتنج ونشوف العنصر اللي انا عايز اغير الديفولت بتاعه ايه. الحاله دي مثلا عايز اغير الديفولت بحيث لو انا نزلت النقاط مباشره تنزل مثلا شكلها غير الشكل ده، ببتدي ادخل على السيتنج وباجي في قائمه البوينت. هنلاقي حاجه هنا اسمها الكوماند، حاجه اسمها ايه الكوماند، تمام كده. احنا في الحاله دي اللي هي البوينت كرييشن، اعتقد البوينت جروب ايديت جايب هنا الستايل اهو زي ما شايفين هنا الديفولت ستايلز هو عامله كلمه بيزك، لكن لو انا اخترته وقلت له لا انا عايز اغيره حاجه ثانيه بنش مارك تمام وقلت له اوكي وقلت له اوكي، في الحاله دي لو انا عملت ادراج للنقاط مباشره في الرسم هيبتدي ينزلها لي بشكل بنش مارك بشكل رئيسي، تمام كده. يبقى انا حبيت اغير الشكل دوت قبل عمليه الادراج ممكن من خلال ايه ان انا اخش على الكوماند بتاعت البرنامج. اما في الحاله دي لا احنا بننزل مثلا النقاط زي ما احنا شايفين وبنقدر نعدلها في اي وقت. عمليه النقاط دي شكلها منين؟ من خلال البوينت ايه البوينت جو. طيب غالبا الكلام ده كله قلناه ايه المره اللي فاتت، عايزين يعني بقى نشوف حاجه جديده المره دي اللي هي ايه، نفتح ملف اكسل تاني معانا. هنفتح اللي هو الملف دوت وكان بوينتس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الحاله دي انا عندي في الملف هنا زي ما قلنا كان من ضمن الحاجات اللي ذكرناها المره اللي فاتت ان نقطه السيفل مش زي نقطه الكاد، نقطه الكاد بتبتدي بس تعمل ايه نقطه الكاد ممكن تاخد ثلاث بيانات فقط، الايستنج والنورثنج والاليفيشن، ثلاث عناصر فقط. اما بقيه العناصر الثانيه على سبيل المثال وده اللي ذكرناه ان هو لو انا رفعت مثلا شجره والشجره دي ليها تفاصيل زي مثلا ارتفاع الشجره، نوع الشجره، حاله الشجره، الكلام ده كله كنا بنضطر نكتبه بشكل يدوي عشان ندرجه بعد كده كبيانات في الاوتوكاد مثلا كتكست او حاجه. السيفل لا، انت ممكن وانت بتشتغل في الموقع الراجل اللي بيشتغل في الموقع يبتدي يعمل الداتا دي كلها ويجيبها لك ويجهزها لك وتدخل في السيفل كمان. ففي الحاله دي زي ما احنا شايفين مثلا في الحاله اللي معانا دي انا عندي هنا البوينت عباره عن بوينت نمبر الايستنج نورثنج الفيجن كود لغايه هنا تمام. ولكن عندي اضافه جديده اللي هو التايب اللي هو النوع، نوع ايه مثلا؟ انا رفعت هنا مثلا حاجه اسمها الام ان اتش اللي هو مثلا اختصار بيتم البانل على سبيل المثال. فانا عندي مانهول ثاني اللي هو سانيتري اللي هو مانهول الصحيه اللي هو مانهول الاس تي او اللي هو الستورم مثلا، تمام كده؟ وبرده رفعت شجره، نوع الشجره دي حاجه اسمها اوك ده نوع شجره مثلا. نفس الوقت مثلا رفعت هنا كود اللي هو ال بي اللي هو مثلا لايت بول. طبعا التعريفات دي لازم يبقى ايه المكتب الفني والجماعه بتوع الموقع عارفين مثلا ان ال بي دي تساوي اللايت بول ايه كرو ديسكريبشن، لان احنا قلنا في حاجه اسمها الرو ديسكريبشن اللي هي الحرفين مثلا او الثلاث حروف اللي الراجل بيرفع فيهم في الموقع. في حاجه اسمها الفول ديسكريبشن اللي هو ايه كلمه اي جي بي يعني ايه او ال بي دي يعني ايه، تمام. في الحاله دي انا عندي مثلا رفعنا عمود ودي احداثياته وده الكود بتاعه، ولكن رفعت كمان ايه ارتفاع العمود ورفعت اسم العمود. فانا الداتا دي كلها عايز ادخلها للبرنامج بحيث ان النقطه بتاعتي نقطه السيفل تاخد كل التفاصيل دي بحيث اقدر اظهرها في اي وقت. اعمل الكلام ده ازاي؟ رقم واحد ببتدي اعمل تصنيفات بناء على التصنيفات اللي موجوده معايا هنا. انا عايز هنا حاجه اسمها تايب وعايز اللايف بول هايت واللايف بول نيم. طيب نشوف البرنامج هل البرنامج عنده القابليه دي ولا لا؟ ابتدي افتح انا ملف جديد مثلا على سبيل المثال. ماشي؟ وابتدي ادخل على السيتنجز وبقول البوينت وفي حاجه دي هنا بوينت فايل فورمات، تمام كده؟ وباخد اي فورمات فيهم مثلا دي اي نزلت دي على سبيل المثال. وهعمل كليك يمين وبقول له ايه؟ وبقول له كوبي، تمام؟ وهنسميه ايه؟ بيجن عشان يبقى عارفين. حلو. البوينت نمبر اوكي معايا، الايستنج اوكي، النورثنج اوكي، والاليفيجن والدرو ديسكريبشن. طيب انا عايز اضيف ايه؟ احنا قلنا عندنا في الاكسل هنا حاجه اسمها التايب. طيب لو انا ضغطت هنا وقلت له انا عايز اضيف التايب، زي ما انتم شايفين هنا مفيش التايب. في نفس الوقت برضه مفيش التصنيفين التانيين اللي انا عايزهم، اللايت بول هايت واللايت بول نيم. في الحاله دي ما دام مش موجوده التصنيفات دي ممكن احنا يعني التصنيفات دي زي ما انتم شايفين مثلا في ممكن اعمل فول ديسكريبشن، ممكن اعمل
جريد نوبسنج والهيستنج والتفاصيل كتيره موجوده هو البرنامج عاملها، وفي نفس الوقت بيدي لك امكانيه ان انت تضيف تصنيفات جديده. عمليه الاضافه للتصنيفات سهله جدا، ولكن هي مش من الويندوز دي. انا بقول له اوكي، انا هحفظ بس ان في عندي هنا بوينت فايل فورمات اسمه هشام، ولكن باجي هنا في اليوزر ديفاين بروبرتي كلاسيفيكيشن وبعمل كليك يمين وبقول له انا عايز اعمل ايه نيو. حلو، يعني ده كلاسيفيكيشن، ده اللي هو تصنيف الجديد. ففي الحاله دي انا هقول له ايه، انا عايز اللي هو التايب اللي هو الايه النوع، تمام كده. وده عباره عن احنا قلنا ده اللي هو السترينج ده اللي هو الايه تبقى الكتابه، تمام. وفي الحاله دي انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه الديفولت. طبعا انا مش عايز اعمل ديفولت لان هو الداتا بقى العجيله يبقى هي الديفولت بتاعي، فانا بختار النوع اسمه تايب ده الاسم بتاعه، والسترينج دي اللي هي الايه الكتابه، وبقول له ايه وبقول له اوكي تمام. يبقى كده عمل لي اول تصنيف. تاني تصنيف عم كليك يمين وبقول له نيو، وده هسميه ال بي تمام. وده هيبقى عباره عن هايت، ممكن نعملها على حسب بقى الاختيارات عندك هنا، انجل اريا ازيموس هو طبعا مش موجود تقريبا، هايت ديستنس دبل الفيجن، هي ممكن نخليها ديستنس سوري دبل، او ممكن نخليها برضه سترينج مفيش مشكله تمام. ونقول له ايه، ممكن نقول له اوكي. طبعا المفروض في التصنيف الثالث اللي هو الاخير اللي هو ايه البول نيم، بس مبدئيا عشان كنا في المحاضره ما نطولش ايه ما نطولش معانا، فهناخد نسال لحد بس ايه لحد العام تمام. طيب ارجع تاني للبوينت فايل فورمات، وباجي على هشام بعد كليك يمين وبقول له ريكويرتس، وابتدي اضيف عمود جديد اللي موجود معايا اللي هو عمود مين؟ عندي كلمه تايب ظهرت معايا هنا، يبقى ده النوع. حلو كده، وعندي هنا المفروض اللي هو ال بي هايت تمام كده، وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى انا ضفت دي ضفت الخانتين او العمودين الزياده اللي موجودين معايا، وبقول له هنا ايه وبقول له اوكي تمام. برجع في ملف الاكسل طبعا برضه بعمل نفس المعادله بتاعتنا اللي هي الايكوال كونكاتينيت تمام. طبعا انا بحب المعادله الاكسل دي، في ناس بتشتغل بانواع ثانيه مفيش مشكله، يعني على حسب ما انت بترتاح. انا برتاح صراحه بالمعادله الكونكاتينيت مباشره. طبعا انا باخد كل العمود اللي انا عايزه وبعمل ايه ضم في الايه في السطر اللي بعده، طبعا بتنزل من السطر للسطر اللي بعده بالضغط على اللي هو الزرار التاب الموجود في الكيبورد تمام. الحاله دي انا عايز عمود التايب، طب العمود التايب هنا فاضي مفيش مشكله خده معاك، لانه هيبقى مليان فين في السطور اللي بعد كده تمام. يبقى لازم تاخد كل ايه كل عمود، واخر واحد اللي هو عمود الايه عمود الهايت، واقول له اوكي. لو احنا بصينا كده هنلاقي ان هو اخد اسم سوري رقم النقطه الايستنج النورثنج عندي هنا الهايت، وبعدين الكود، وبعدين منطقتين فاضيين اللي هم المفروض العمودين الفاضيين اللي هم ايه هم واحد. طبعا احنا ما خدناش العمود ده عشان بس ايه ما نتلخبطش تمام. وابتدي اعمل ايه عمليه سحب التفاصيل دي كلها تمام، وباخد ايه بقول له كوبي، وباجي في نفس مثلا على سبيل المثال اللي هو ده، وبقول له بيست، وبقول له فايل سيف. يبقى انا كده عملت ملف جديد وعملت ايه حفظ للملف ده. هبتدي نعمل له ادراج ونشوف الموقع بتاعه هيبقى عامل ازاي. برضه نفس الشيء بقول له انسرت، وبقول له بوينت فروم فايل، وبختار الملف بتاعي من الديسك توب اللي هو الان جي اللي احنا مسميينه، وبقول له اوبن تمام. طبعا هو لسه برضه ما حددش البوينت فايل فورمات اللي احنا محتاجينه، فبننزل وندور على البوينت فايل فورمات اللي احنا ايه اللي احنا عملناه، وبنقول له اوكي، وبننتظر لحظات لغايه ما الداتا تنزل. نزلت الداتا، واقول له زوم اكستند، اهي نزلت معايا الداتا. اول حاجه هتلاحظوها واغلب الناس هتلاحظها ان في هنا كود معين بدا يظهر بشكل غير الاشكال الاخرى تمام كده، وبقيه بقيه النقاط زي ما هي. الكود ده اللي هو خاص مثلا بالتي ار دي حاجه خاصه اسمها الديسكربشن كي سيت. الديسكربشن كي سيت دي عباره عن اكواد خاصه في البرنامج، البرنامج بيجهز هم ثلاث اكواد تقريبا، هنشوف بالظبط مع بعض كام واحد، واعطيهم هو شكل معين واعطيهم كتابه معينه بحيث لما تظهر بايه بشكل ايه بشكل تلقائي. طبعا دي خاصيه كويسه جدا في حاله لو انت عندك بتعمل عمليه رفع لمشاريع كتيره مثلا، او مشروع على سبيل المثال رفع المدينه او ما الى ذلك، وبتحب ترفع الكلام ده كله وعايزه يترسم بشكل تلقائي، ممكن بتعمل ديسكربشن كيسيت. بنلاقيها فين دي؟ في البوينت هنا، يعني نفتح البوينت هتلاقي حاجه اسمها ديسكربشن كيسيت تمام. بالظبط نضغط عليها ازاي؟ بيجي لي هنا ايه؟ اللي هي السيف 3 دي، هعمل عليها كليك يمين وبقول له ايديت كيز،
زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الثلاث اكواد، كود ال STA وكود ال SWMH وال TR. هي الفكره كلها ان احنا بندي له الاكواد اللي انا هعمل لها ادراج، هو مجرد ما بيشوف الكود ده بيبتدي مباشره يدي له الستايل اللي متحدد هنا وبيدي له ستايل الكتابه اللي موجوده هنا، ده بشكل تلقائي. تمام كده، بشكل تلقائي بيبتدي يعمل لنا الحاجات دي. فلو انا حبيت اضيف اي كود باخد اي كود من الموجودين، بعمل عليه كليك يمين وبقول له نيو وابتدي اكتب الكود بتاعي. فبقول له مثلا حتى لو انت لقيت ال اللي فيه اللي هو اللايت بول، تمام، ادي مثلا ال بي، تمام، هنعمل لي الشكل بتاعه مثلا على سبيل المثال الشكل بتاعه ايوب ان تي، تمام، والكتابه بتاعته على سبيل المثال خليها الايه الاليفيجن والديسكريبشن، وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى في اي عمليه ادراج بعد كده هو مش مجرد ما هيشوف كلمه ال بي هيبتدي يعمل لي ايه التفاصيل اللي انا اخترتها. طيب لا، افرض على سبيل المثال انا بالفعل نزلت النقاط زي ما شفنا كده وعملت له الديسكريبشن كي زي ما انا عملت بالظبط كده، حبيت ان انا اطبقه على النقاط اللي موجوده في الرسمه، باجي على البوينت جروب اللي احنا عايزينها، بعمل كليك يمين وبقول له ابلاي ديسكريبشن كيز. مجرد ما بضغط عليها زي ما انتم شايفين اتغير مباشره ال بي، ظهر معايا الكود وظهر معايا مين وظهر معايا الرقم سوري الفيجن بتاعه وظهر معايا الشكل الايه الشكل اللي انا اخترته. كل ما هو ال بي ابتدى هو على طول البرنامج يشوفه ويغير لي ايه ويغير لي شكله بناء على الديسكريبشن كيز اللي انا عملتها. طيب اهم شيء في الشغل في السيف بشكل عام الترتيب. طب انا في الحاله دي انا عايز ارتب ايه بالظبط؟ رقم واحد، انا عندي هنا في البوينت جروب زي ما قلنا عمليه ادراج النقاط، هو بيدرج النقاط كلها في جروب واحد اسمها الاول بوينت. طب افرض انا هستغل النقاط دي بعد كده هعمل منها اسطح واعمل منها خطوات ثانيه كتير، فما ينفعش من الاول بوينتس ان انا اعمل الخطوات الثانيه كتير دي. ليه؟ لان الاول بوينتس دي يعتبر حاجه بتجمع كل ما هو نقاط موجود في الرسمه، سواء انت نقاط بتعمل لها ادراج او نقاط انت بتعملها جوه الرسمه. فلازم نعمل عمليه ايه؟ عمليه ترتيب للرسم. الترتيب ده بيجي ازاي؟ من خلال ان احنا بنعمل جروبس لكل مجموعه نقاط جايه معايا. لو رجعت الملف في الاكسل هلاقي ان انا عندي هنا في الاكواد، تمام، نيجي في الاكواد كده انا عندي حاجه اسمها الاي جي اللي هي نقاط الاكزيستنج جراوند، عندي الام ان اتش، وعندي ايه التي ار، وعندي مجموعه حاجات كتير. طب لو انا عايز اعرف بالظبط هم كام تبتدي تقف على العمود اللي فيه الكود، تبتدي تقول له والله انا عايز اعمل فلتر، تمام. مجرد ما تضغط على الفلتر هنا بيجيب لك العناصر الايه المنفرده في الموضوع. يعني مثلا انت عندك هنا كلها مثلا اي جي، لا في عندي مجموعه حاجه اسمها اي جي، وعندي كود اسمه دي، كود اسمه ال بي وام ان اتش وتي ار. يبقى انا عندي كام كود؟ تصنيف الاكواد 1 2 3 4 5، دول التصنيف الاكواد الاساسيه اللي عندي. على اساسه ببتدي اعمل انا جروب لكل ايه، يفضل اعمل جروب لكل ايه؟ لكل عنصر من العناصر دي. على سبيل المثال لو انا جيت في قائمه البوينت جروب وعملت هنا اقول له انا عايز اعمل بوينت جروب جديده، اقول له نيو، والنيو دي هيبقى فيها كل ما هو الاكزيستنج جراوند اللي هو الاي جي، الاكزيستنج جراوند اللي هو الاي جي، بحدد للجروب دي شكل وبحدد له الكتابه اللي ظاهره عليه. في الحاله دي مثلا الاكزيستنج جراوند انا مش عايز ابين الشكل، ولكن سوري مش عايز ابين كتابات، ولكن عايز ابين الشكل اللي هو مثلا كلمه البنش مارك، تمام. لو انا جيت قلت له اوكي مفيش اي تغيير حصل في الرسم، معلش الصوت واضح معاكم ولا لا؟ يعني في تقريبا حد بيقول ان الصوت واضح، انا صوت صار بعيد وفي صوت تمام. طيب الصوت تمام جدا، طيب هرتبها. طيب تمام. لو جينا في الاي جي زي ما انتم شايفين ما ظهرتش معايا النقطه السوداء على اليسار هنا. ليه؟ لان دلوقتي انا حاليا انا عملت بالفعل جروب جديده، ولكن ما حطيتش جواها اي بيانات، ما عرفتلوش اي بيانات. في الحالة دي أنا عايز أعرف له، أقول له أي عنصر اسمه إي جي أو نقطة اللي هي الكود بتاعها الإي جي ده حطه لي فين في الجروب اللي أنا عملتها دي. مجرد ما بضغط تاني على الجروب وبقول له البروبرتس بتاعتها إيه هي، في عندي هنا تابين يعني مهمين جدا هو الإنكلود والإكسكلود. الإنكلود اللي هو أنا الرسمة بتاعتي أو الجروب بتاعتي هتتضمن إيه؟ حلو كده. والاكسكلود اللي هي الرسمه بتاعتي هتتجاهل ايه؟ ففي الحاله دي انا عايزها ان هي تتضمن حاجه بناء على المعطيات الموجوده. ويز نمبر ماتشنج يعني انا هحط له مجموعه ارقام مثلا النقاط لو انا عارف ارقامها، او ممكن مجرد ما بضغط هنا بيتفعل معايا الاختيار ده واللي هو اختيار ايه؟ سيلكشن سيت اند دروينج، اللي انا هختار منين من الرسمه. في الحاله دي انا مش عايز اختار، انا معايا تصنيف معين.
هل ممكن اعمل تصنيف بناء على الريفيجنز؟ لان في مجموعه شباب سالونا في المره اللي فاتت وقالوا لنا احنا عايزين مجموعه نقاط بمراسيم معينه نحطها في جروب معين، ساعتها بتكتبها هنا، تيجي في البوينت ويز الريفيجن ماتشنج. لو انت عايز مثلا كل النقاط اللي منسوبه على سبيل المثال 1000 معاك، يعني مثلا عندك نقطه مجموعه نقاط منسوبهم 1000 في الرسم وعايز اجمعهم كلهم في جروب واحد، بتيجي هنا بتقول له ويز الريفيجن ماتشنج وتكتب له كلمه 1000 او المنسوب اللي انت عايزه. مجرد ما بتقول له اوكي هو بيجمع لك كل النقاط اللي ليها نفس المنسوب ده عندك موجوده في الرسم، تمام؟ ولكن في الحاله بتاعتي دي انا بدور على كود، هل هو فول ديسكريبشن ولا رو ديسكريبشن؟ في الحاله دي انا الرو ديسكريبشن اللي هو الاختصار الصغير، والاختصار ده عباره عن كلمه اي جي، تمام كده؟ مجرد ما انا كتبت له اي جي هنا هروح على كلمه البوينت ليست، مجرد ما ضغطنا هنا زي ما انتم شايفين جمعني في البوينت ليست دي كل النقاط اللي واخده الكود اي جي. دايما تشوفين برضو هنا الترتيب بتاعهم 1 2 4. طب نقطه رقم 3 فين؟ لا هنلاقي مثلا النقطه رقم 3 دي واخده ايه؟ واخده كود تاني ما دخلتش معايا في نفس الجروب، تمام؟ يبقى كده هو اخد بس النقاط اللي هي ايه اللي واخده الكود اللي هو اسمه اي جي، تمام؟ مجرد ما بقول له اوكي نتفرج كده على الرسم بدا مباشره يتغير شكل النقاط بتاعتي بناء على الشكل ده انا اخترته اللي هو اسمه بنش مارك، تمام كده؟ وما فيش كتابات ظاهره. حبيت تظهر الكتابات في اي وقت تعمل كليك يمين على الجروب بتاعتك وبتقول له البروبرتيز بتاعتها وبتقول له والله انا عايز اظهر على سبيل المثال في الحاله دي الاليفيجن اونلي اللي هو المنسوب فقط، وبقول له اوكي بيظهر لك مباشره النقطه والمنسوب جنبها مباشره. حلو كده؟ طبعا زي ما قلنا تحت على اليمين بيبقى موجود معانا سكيل الانوتيشن اللي هو شكل وحجم الكتابات اللي موجوده، مجرد مثلا بتصغره بتختار مقياس تاني بيبتدي يصغر معاك. لو صادف وغيرت من هنا وما غيرش معاك في الرسمه ساعتها ما بيعملش ابديت مباشره، مجرد ما انت تعمل حفظ للرسمه وبتقفلها وتفتحها تاني بتلاقيه يتظبط معاك. طيب الحاله دي الاي جي عشان نقاطه كتير انا مش عايز اشوف الكتابات بتاعته. طيب انا عايز اعمل حاجه ثانيه اللي هي مثلا ايه، احنا عندنا ال بي، احنا اوريدي اظهرنا ال بي، تمام كده ده هو ال بي، ولكن ده من خلال الديسكربشن كي سيت. انا عايز اعمل له جروب لوحده. طبعا دي اعمل كليك يمين وبقول نيو ال بي دي اللي هو اللايت بولت، تمام؟ شايفين هو اللايت بولت اللي يعمل الاناره، تمام؟ واقول له انا عايز برضه شكلها يبقى متغير عنا اللي هو مثلا دريل هول على سبيل المثال يعني، وعايز مبدئيا ان انا ابين الديسكربشن اونلي بتاعها. حلو، باجي بقائمه الانكلود وبقول له انا عايز ما هو ال بي، تمام؟ وابتدي اروح على البوينت ليست الاقيه مجمع لي كل ال بي اللي موجوده معايا هنا، مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين هنا هو ما عملش ايه؟ هو ما عملش ما اختارش ما غيرليش الشكل، وفي نفس الوقت اظهر لي نفس التفاصيل اللي كانت باينه معايا فين؟ اللي كانت باينه معايا في الديسكربشن كي سيت. الديسكربشن كي سيت لان هو بيحترم الديسكربشن كي سيت في الحاله دي، تمام؟ يبقى كل ما هو مصنف في الديسكربشن كي سيت هو هيحترمه. طب في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ لو رجعنا في اللايت بول تاني اللي هي البوينت بروبرتيز بتاعتنا وبنيجي نعمل اوفر رايدز لو احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنجبره ان هو ياخد ستايلات بشكل معين وكتابات بشكل معين، هو الستايل والكتابات، واقول له اوكي زي ما انت شايفين مباشره غير لي الشكل اللي انا اخترته وغير لي ايه للكود اللي انا عايزه. فهو هنا تجاهل ساعتها الديسكربشن كي سيت واخد لي بناء على البوينت جروب ايه اللي عندي من خلال ايه اللي احنا عملناه روبرتس، وجينا في الاوفر رايدز هنا وعملنا له على الجزئيتين اللي هو الستايل والبوينت ايه والبوينت ايه والستايل، تمام لحد كده يا شباب؟ طيب وده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت برضه ده سؤال بيجي في امتحان الاي 7 بتاع 7 3. طيب دلوقتي انا كنت دخلت في اللايت بول، دخلت ايه؟ دخلت الارتفاع بتاع اللايت بول، عندي ارتفاع ساعات 16 وساعات مثلا 16 اغلبه كان 16 تقريبا وساعات ممكن 20 وحاجه اغلبه 16. طب انا عايز ابين الارتفاع ده، حلو كده؟ او ممكن نعمل النوع الثاني ناخد المنهوج الام ان اتش. طيب نعمل الام ان اتش، هو نفس الفكره برضه بس الام ان اتش عشان في تنوع كتير، بقول له نيو انا عايز اعمل ايه المنهوج، تمام؟ واقول له الانكلود ام ان اتش، حلو، والشكل بتاعها هخليها اللي هو البيزك، تمام كده؟ مع او ممكن في اشكال طبعا مانهولز هنا هنخليها مثلا ايه اللي هو الستورم سيور مانهولز، وهنخليها ديسكريبشن اونلي. زي ما انتم شايفين هنا مباشره عمل لي شكل المانهولز، لان ده هنا مانهول معايا هنا وفي مانهول تاني هنا ومانهول تالت هنا، ولكن انا عايز ابين بقى التفاصيل بتاعت المانهولز. انا عندي مانهول هنا احيانا بيكون ستورم واحيانا بيكون اللي هو سانيتري. طيب انا عايز ابين التفصيله دي هنا،
حلو، يبقى انا كده هبتدي ابين الكتابه بتاعتي، اغير فين في الكتابه بتاعتي؟ تغيير الكتابه اللي هو الستايل نفسه. لو جينا على البوينت هنا سوري البوينت جروب وقلت له بروبكتس، هلاقي ان الستايل اللي هو مختاره هنا في الكتابات اللي هو الديسكريبشن اونلي. انا ممكن اعدل الستايل اللي موجود او اني اخد منه كوبي وابتدي اعدل ازود حاجات عليه. فبالعادي هاخد مثلا كوبي منه اللي هو بنضغط هنا ونختار كلمه كوبي كرنت سيلكشن كده من هنا بنضغطه بنقول له كوبي كرنت سيلكشن تمام، واقول له والله في الحاله دي انا عايز الديسكريبشن بلس التايب، يبقى الديسكريبشن والتايب بتاعه تمام كده. وباجي في قائمه لاي اوت، لاي اوت دوت اللي هو التفصيله بتاعت الكتابه بتاعتي والستايل بتاعي. حلو كده، زي ما انتم شايفين هو هنا كاتب لي في اهم شيء عندنا في التكست حاجه اسمها الكونتنتس. كونتنتس ايه؟ هو المحتوى اللي انت عايز تظهره في الكتابه بتاعتك. مجرد ما انت تضغط عليها بيظهر لك هنا مربع وفيه ثلاث نقاط، تضغط عليه بيظهر لك الويندو دي. كل ما هو محتوى عندك تقدر تنزله من هنا. ايه هي المحتويات اللي موجوده؟ والله انا عندي النوع اللي هو التايب واللي بيجي الحاجتين اللي انا عملتهم، زائد ان البرنامج عطيني ممكن احط البوينت نمبر والنيم والايستيم والنورث والفيجن والرود ديسكربشن. كل التفاصيل دي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضيفها بحيث تظهر لي جنب شكل النقطه بتاعتي على الرسم. في الحاله دي انا عايز اظهر مين؟ انا ظهرت هنا زي ما انتم شايفينها هو ده الفول ديسكربشن تمام، انا عايز هنا الفول ديسكربشن وعايز معايا التايب اللي هو النوع تمام، وبقول له اوكي. عمليه الاضافه انا بختار من هنا الحاجه اللي انا عاوزها، وبعدين بضغط له لازم اضغط له على السهم الايه؟ السهم اللي على اليمين ده عشان ينزل لي البيانات بتاعتي جوه المربع بتاع التكست تمام. في نفس الوقت التكست عايز تغير شكله او حجمه او لونه، ممكن من قائمه فورمات وانت عامل هايلايت عليه غير اللي انت عايزه. ففي الحاله دي انا عايز اخليه والله نوع الخط مثلا تروما واللون بتاعه مثلا لونه احمر تمام كده، وبقول له ايه؟ وبقول له اوكي، وبقول له هنا ابلاي اوكي ابلاي اوكي. زي ما انتم شايفين هنا عمل لي ايه؟ ادي الكلمه الاس تي او اللي هو الاختصار كلمه التايب بتاعنا اللي احنا عندنا هو اس اي ان، وعندي الاس تي او تمام كده. عندي نوعين من المناهل الاس تي او او ام ان اتش ده اللي هو طبعا انا عندي هنا الفول ديسكريبشن هو الرود ديسكريبشن. انا ما عملتش فول ديسكريبشن قبل كده، انا عملت الرود ديسكريبشن فقط، فهو واخد الاثنين واحد. يعني لو ضغطت على النقطه نفسها وقلت له من فوق على اليمين هنا وقلت له ايديت بوينت ليست، هنلاقي ان هو الرود ديسكريبشن برضه ام ان اتش والفول ديسكريبشن برضه ام ان اتش تمام كده. وفي نفس الوقت جاب لي ايه؟ التايب بتاعي اللي هو ايه؟ الاس تي او. لو بصينا في الواحد الثاني مثلا هنا الاس اي ام، يبقى جاب لي تصنيف الايه؟ التايب بتاعي اللي انا عملته قدرت اظهره على مين؟ على الكتابه بتاعت الايه؟ بتاعت النقطه زي ما شايف. لو رجعنا ثاني للستايلات عشان احنا عدينا عليها بشكل سريع، احنا قلنا عندنا ستايلات دايما برنامج بشكل عام بيبقى عنده نوعين من الستايلات. نوع اللي هو خاص بالبوينت سوري بالاوبجكت ستايل، ايا كان بقى الاوبجكت ده هل هو الاينمنت بوينت سيرفيس ايا كان، يبقى الاوبجكت دي ستايل نفسه، وعندنا الليبل ليها ستايل اللي هي الكتابه المرتبطه بالاوبجكت ده تمام. فالبوينت ستايل في مجموعه موجوده هنا كبيره، او انت ممكن تبتدي ممكن لو حبيت تعدل بتعدل من هنا. وذكرنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل ده نفس شكل البوينت بتاع الاوتوكاد، هنا ممكن بعمل شكل من الاشكال اللي موجوده، او اني بختار بلوك من الموجود في الرسمه. ولو انا حبيت اعمل بلوك، مجرد ما انا هعمل بلوك هيبتدي يظهر معايا هنا ايه؟ في الليست دي. يعني سريعا كده ممكن نعمل احنا بلوك سريع، هعمل مثلا سيركل وهعمل مثلا ايه؟ حاجه زي كده مثلا، وده كده هعمله ايه؟ بلوك هنسميه اتش، ونقطه الانسيرشن بتاعته اللي هي نقطه الايه؟ السنتر مثلا كده تمام، والعناصر بتاعته اللي هي دي. انا عملت مثلا بلوك بالشكل ده كده واقول له اوكي. الشكل ده عباره عن بلوك موجود في الرسم، انا عايز اخلي مثلا ده شكله شكل نفس شكل المانوال اللي موجود. مجرد ان انا ببتدي ادخل على البروبرتس وباجي هنا على البوينت ستايل، ابتدي اعمل كوبي كرنت سيلكشن، كوبي من اللي موجود وهنسميه ده اللي هو اتش اللي عملناه. ولكن في الماركر هنا ببتدي اجي على الجزء اللي هو الاوتوكاد بلوك سيمبل، وبعمل كليك يمين واقول له براوس، هو بيختار لي سوري طول ما هو جوه الرسمه هنلاقيه موجود موجود الاسامي اللي موجوده هنا اللي هو الايه؟ الاتش. علامه براوز دي بحيث لو انا عامل البلوك ده في رسمه منفصله، ولكن لو هو البلوك موجود معايا في نفس الرسمه هتلاقيه موجود فين؟ لان يعني دي كلها بلوكات موجوده في نفس الرسمه اللي احنا واقفين فيها. في الحاله دي انا عندي اللي هو البلوك اللي اسمه الاتش تمام كده، وبقول له اوكي اوكي. زي ما انتم شايفين اهو عمل لي البلوك بتاعي بناء على ايه؟ بناء على الشكل اللي انا اخترته له موجود معايا تمام؟ طيب
يبقى كده ده في حياتي لو انا حبيت اعمل شكل جديد ليه للنقطه بتاعتي. بعمله شكل بلوك بحيث يتواصل معايا مع بيانات المشروع بتاعي. اما بخصوص بقى الكتابات نفس الشيء، لو احنا دخلنا هنا وقلنا له الايديت الستايل اللي احنا لسه عاملينه تمام كده، احنا الستايل بيبقى طبعا بناء على الكتابه اللي موجوده. يعني مثلا حبينا احنا ناخد واحد مثلا اللي هو الفيجن اونلي وقلت له ايديت، زي ما انتم شايفين انا عندي هنا مجموعه تابس موجوده، في حاجه اسمها لاي اوت وفي حاجه اسمها دراج ستيت عشان نعرف برضو الفرق ما بينهم ايه. اللاي اوت ده في حاله لو انا عملت النقطه واظهرت الكتابه عليها بدون اي تغيير فيها. الدراج ستيت دي لو انا سحبت النقطه بعيد، سحبت سوري الكتابه بعيد عن النقطه، بمعنى لو انا مثلا عندي الكتابه زي ما انتم شايفين مثلا في النقطه دي كده حلو، وبدات زي ما مجرد ما احنا بنختار بيظهر معايا مجموعه جريبس. الجريب اللي فوق ده لو انا بدات اسحبه كده هتلاقوا ان الكتابه بدات تظهر معايا بشكل ايه؟ بشكل ليدر، في ليدر ظهر معايا هنا تمام؟ والكتابه موجوده معايا. الحاله دي اسمها حاله دراج ستيت، يعني ايه؟ اللي انا سحبتها دراج ده اللي هو السحب، دي حاله ايه؟ حاله السحب. اما دي الحاله الديفولت بتاعتها اللي حاله اللي اوت. عشان كده لما بتيجي انت تعمل ايديت للستايل اللي موجود مثلا ايا كان هتلاقي الحالتين موجوده، اللي اوت يبقى الحاله كما هي، دراج ستيت دي في عمليه سحب الايه؟ سحب هو الكتابه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين هو قال لي هنا والله انت عندك هيبقى في الارو اللي هو الليدر بتاعك او الارو بتاعك، ونوعه هل هو ستريت ولا سبلاين. طبعا احنا كنا شرحنا الكلام ده كله بتفصيل كبير جدا في الايه؟ في الدوره الاساسيه بتاعتنا بتاعت السيفل. انا برضو بس بعدي عليها هنا عشان ايه؟ تبقى العمليه واضحه الى حد ما للناس. لو عجبتوا طبعا تفصيل بزياده قوي في الموضوع ده في الايه؟ في دوره السيفل بتاعتنا. فهنا دلوقتي على سبيل المثال لو حبينا نضيف اي كتابات موجوده بتيجي دايما في الكونتنتس هنا وبتضغط على المربع اللي فيه ثلاث نقاط دول وبتبتدي تضيف البيانات بتاعتك بناء على اللي انت ايه الداتا اللي موجوده عندك، مجرد ما بتختار الحاجه وبتختاره من هنا. طيب زي ما انتم شايفين مثلا لما جبت طيب ما جابليش هنا تفاصيل كتيره، جاب لي بس هنا الايه الكابيتاليزيشن اللي هو الكتابه بتاعتي، هل انت عايزها ابر كيس ولا لور كيس ولا ايه؟ يعني الكتابه نفسها عايزها مثلا كلها كابيتال كلها سمول وما الى ذلك. طب لو هي ارقام ابتدي مثلا ايه؟ لان برضو ممكن حد بيسالنا مثلا على سبيل المثال انا اسف معلش لو انا اخترت البوينت دي وقلت له الفيجن اونلي وقلت له اوكي، زي ما انتم شايفين ظاهر معايا هنا الفيجن بس بتاع النقطه وظهر رقمين بعد العلامه العشريه، انا عايز ازودهم اخليهم ثلاث ارقام. بعملها ازاي بقى الثلاث ارقام دي؟ مجرد ما انا بضغط على الكليك يمين وبقول له انا عايز اعدل الستايل اللي موجود ده تمام، وباجي في الحاله دي اللي هي في الكونتنت المحتوى نفسه، مجرد ما بضغط على الكتابه اللي موجوده هو بيقول لي الكتابه اللي انت مختارها دي عباره عن بوينت الفيجن تمام، اليونت بتاعتها بالمتر والبريسيجن بتاعها ده هو الايه الدقه بتاعتها رقمين بعد العلامه العشريه. في الحاله دي بقول له لا، بضغط هنا بيجيب لي لسته كبيره بقول له لا انا عايز ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. اهم شيء بعد ما انا بختار هنا لازم بضغط على ايه زي ما قلنا السهم اللي على اليمين عشان يجيب لنا الايه الجزئيه بتاعتنا على دي سوري او يطبق لنا الجزء اللي احنا او الاختيار اللي احنا اختارناه بيطبقه لنا فين على اليمين. مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين ظهرت معايا، طبعا هنا دي بتبقى عينه انت بتشوف من خلالها الكتابه بتاعتك، هنا ظهرت معانا ايه ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. لو قلت له اوكي يعني ظهر ان هي ظهرت ثلاث ارقام بعد الايه بعد العلامه العشريه فين في الستايل بتاعي. حلو كده، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الستايل بشكل عام تعديله بشكل سريع، ولكن الفكره كلها ان اهم شيء بالنسبه لنا ان احنا عملنا البوينت جروبس بتاعتنا الجروبات بناء على التفاصيل الايه بتاعتنا في الحاله دي اللي احنا ايه عملناها بناء على الكود اللي هو الاي جي مثلا والكود المانهول. وطبعا ده بيسهل علينا حاجات كتير، يعني مثلا على سبيل المثال طلب منك ان انت تعرف عدد اعمده الاناره الموجوده في الرسم، مجرد ما انت عملت اوريدي الرسمه بتاعتك عملت لها جروب ادخل على البروبرتيز بتاعت الجروب دي هتلاقي على اليمين هنا البوينت ليست وهتلاقي هنا البوينت سمري. بوينت ليست بيجيب لك كل الاحداثيات الخاصه بالعمدان بتاعتك سواء رقم النقطه وتفاصيلهم زي ما انت شايف كده، في نفس الوقت في السمري بيجيب لك والله انت عندك النمبر اوف بوينتس في الحاله دي انا عندي كام؟ 20 نقطه في الرسمه دي. يبقى انا عندي 20 عمود في الرسمه الموجوده معايا ايه؟ موجوده معايا تمام؟ يبقى سهل جدا ان انت تعمل ايه؟ تعمل حصر الايه؟ للبيانات بتاعتك على ايه؟ على الداتا بتاعتك من هنا في السيرفر. لحظه واحده كده نشوف بس معانا ايه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عشان احنا دلوقتي عمليه يبقى احنا كده عملنا ادراج للنقاط، عدلنا شكل النقاط بشكل عام، عملنا البوينت جروبس تمام كده.
طبعا بولد دروبس دي بقى احنا بنستخدمها في عمليه الافراح وما الى ذلك، ولكن قبل ما نطلع من النقاط لازم نبقى باصين في جزئيه مهمه جدا اللي هي خاصه بعمليه اخراج النقاط سواء جوه الرسم او خارج الرسم. يعني ايه اخراج النقاط؟ يعني اظهار بيانات النقاط نفسها. في الحاله دي انا عايز مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل جدول موجود على الرسم هنا في كل النقاط بتاعت ال ال بي ويظهر فيها الاحداثيات الايست والنورث والزد. اعملها ازاي؟ مجرد ما بندخل على قائمه انوتيت تمام نلاقي هنا حاجه اسمها اد تيبلز، نضغط عليها من ضمن النقاط اللي موجوده سوري من التيبلز الموجوده حاجه اسمها اد بوينت تيبل، نضغط عليها كده وبيظهر لي الويندو دي. من خلال الويندو دي ببتدي احدد معطيات اللي انا عايز اظهرها ايه. هل انا عايز اظهر مثلا على حسب الستايلات ولا على حسب البوينت جروب؟ الحاله دي انا هقول والله انا عايز اعمل على حسب البوينت جروب، انا عايز اللي هي كل ما هو لايت بول وبقول له اوكي ماشي وبضغط هنا. طبعا هو بيدينا تفاصيل كتير، هو بيقول لي هنا لو العمو سوري لو الداتا بتاعتي اكتر مثلا من على سبيل المثال عندي 50 نقطه فهو هيعمل لي العمود او سوري الجدول في كام؟ في 20 نقطه فقط، ويبقى كده هيديني ايه ثلاث عمدان جنب بعض، يبقى ثلاث عمدان. في الحاله دي الداتا بتاعتي اوريدي اقل من كده فانا بقول له انا عايزها كما هي. وفي عندي هنا البيهيفيور ده اللي هو يقول لي هل انت عايزها ستاتيك ام دايناميك؟ يعني ايه ستاتيك ويعني ايه دايناميك؟ دايناميك في حاله لو الرسمه انا غيرت ال ال بي دوت او النقطه ال ال بي دي عدلتها عملت لها تحريك او ما الى ذلك هو يتغير اوتوماتيك في الجدول، اما لو قلت له ستاتيك فمش هيتغير، الجدول هيبقى ثابت مش هيتغير التفاصيل دي. ففي الحاله دي يفضل ان انت تعملها بشكل دايناميك، مجرد ما بتقول له اوكي وبتنزل لك فين النقطه بتاعت الكورنر بتاعت الجدول تضغط له هنا بيبتدي يظهر معاك الجدول يقول لك والله انت عندك النقاط دي اللي هي اسمها كلها ال بي زي ما احنا شايفين اللي هو الديسكربشن بتاعها. طبعا البوينت نمبر ترقيم النقاط بناء على ترقيمها في الرسمه اللي موجود، ولكن هنا الاعمده زي ما انتم شايفين هو عامل الاليفيجن الاول وعامل النورثنج وبعدين الايستنج. انا حبيت اغير التفاصيل دي او اغير ترتيب العمدان، مجرد ما بضغط على الجدول نفسه بعمل كليك يمين وبقول له ايديت تيبل ستايل تمام. زي ما انتم شايفين هنا ظاهر معايا مين العمدان زي ما انتم شايفينها كده، فساعتها بنعمل سحب ببتدي اضغط على الاليفيجن مثلا وامسكه بالماوس بالشمال وابتدي اسحبه بيجي في مكانه مثلا هنا، وبرضه في الايستنج والنورثنج بعد الايستنج فانا كده عندي البوينت نمبر ايستنج نورثنج اليفيجن وديسكربشن وبقول له اوكي. طيب زي ما احنا شايفين برضه ان هو حاطط هنا رقمين بس بعد العلامه العشريه انا عايز ازودهم ثلاثه، على سبيل المثال بتضغط برضه هنا وبعمل كليك يمين وبقول له ايديت تيبل ستايل، وهنا ببتدي اعمل ايه الكولم فاليو القيمه اللي موجوده جوه الكولم بتعمل عليها دبل كليك يظهر لك نفس الويندو اللي اخترناها قبل كده زي ما انتم شايفين نفس الويندو اللي احنا مختارينها قبل كده. مجرد ما تعمل دبل كليك ويقول لك والله انت باين هنا الايستنج ولكن رقمين بعد العلامه العشريه، بقول له لا انا عايز ثلاث ارقام وبقول له اد وبقول له اوكي يبتدي يظهر لي الايستنج ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه، وابتدي برضو اعمل الكلام ده كله في النورثنج وفي التلفزيون نفس الحكايه. اذا انا اظهرت نقاط ال ال بي داخل الرسم تمام كده. طب انا عايز استخرج نقاط ال ال بي دي بره الرسم، عندنا كذا طريقه. من ضمن الطرق السهله والبسيطه ان انت تقف لو هي لو الجروب بتاعتك دي تقف على الجروب نفسها كده زي ما انتم شايفين تظهر معاك التفاصيل تحت او البيانات النقاط كلها تحت هنا. اضغط على اي عمود من العمدان اللي موجوده تعمل كنترول A بيعلم لك عليهم كلهم، تعمل كليك يمين وبتقول له كوبي تو كليب بورد، كوبي تو كليب بورد تضغط عليها تيجي في ملف الاكسل عندك مثلا على سبيل المثال ده ملف جديد، ببتدي اعمل كليك يمين وبقول له بيست يبتدي يظهر لك اهو البوينت نمبر ايستنج نورثنج الاليفيجن وبقيه التفاصيل كلها اللي في العمود. يبقى دي اسهل طريقه ان انت تاخد كوبي من الايه من الداتا بتاعتك تطلعها بره الرسم. في من الطرق الثانيه برضه ان انت تعمل كليك يمين على البوينت جروب بتاعتك وبعد كده حاجه اسمها اكسبورت بوينتس، ساعتها بيقول لك ايه هو البوينت فايل فورمات اللي انت عايز تخرج بيه. في الحاله دي انا عايز بوينت ايست نورث زد كود تمام كده، وبقول له انا عايز احفظها مثلا على الديسك توب برقمها 02 مثلا وبقول اوبن وبقول اوكي، وبنيجي على الديسك توب ادي 02 بيطلع علي نفس الشكل اللي هو البوينت نمبر ايست نورث الاليفيشن والكود، ولكن هنا ما طلعليش الايه التفاصيل الزياده اللي احنا كنا عايزينها. ان ال بي ال بي ده مثلا ليه ارتفاعه ليه كده، ساعتها انت بتختار البوينت فايل فورمات اللي انت عايز تطلع عليه الداتا. يعني مثلا لو انت عايز تطلع بقيه التفاصيل كلها لا بتيجي على البوينت جروب كليك يمين وبتقول له الاكسبورت بوينتس وبتختار البوينت فايل فورمات اللي احنا كنا عاملينه كان اسمه هشام تمام كده،
وبرضه انا عايز اسيب الملف ده على الديسكتوب نفس المسمى ده واقول اوكي يس. كده بيطلعه لي بالتفاصيل الجديده لايه؟ الارتفاع بتاعنا اللي هو 16 و20. تمام؟ يبقى دي كده طريقتين ان احنا بنخرج بيهم البيانات. طبعا في طريقه ثالثه من خلال الايه؟ حاجه اللي اسمها التول بوكس ريبورتس مانجر. دايما لما تكون انت عايز تعمل تقارير روح على التول بوكس ريبورتس مانجر واختار العنصر اللي انت عايزه. في الحاله دي العنصر بتاعنا اللي هو البوينتس، هنلاقي هنا البوينت 2 ان سي اس في هيطلع لي بشكل ايه؟ سي اس في. تمام؟ كده يعتبر احنا غطينا حاجات كتير جدا في البوينت، ولكن مبدئيا انا هنبتدي بس نبص على حاجه سريعه، انا اسف كده، اللي هي السلايد شو ده عشان ناكد بس الحاجه اللي عملناها دي البوينت. اهم حاجه الترتيب، الترتيب من خلال المجموعات، يبقى احنا لازم نعمل الترتيب، الترتيب بتاعنا من خلال المجموعات. تمام كده البوينت جروبس. دي نصايح يعني، يفضل ادراج النقاط بدون ارقام او اسماء. ليه؟ لان لو انت بتشتغل على ملف كبير ووارد جدا ان انت مثلا تنزل نقاط النهارده، مثلا على سبيل المثال انت بتعمل رفع مساحي لمدينه سكنيه، فوارد جدا ان انت النهارده ترفع النقاط مثلا من 1 ل 1000، بكره هترفع المفروض من 1001 ل 2000 مثلا، ولكن الناس بتنسى في الموقع فممكن يرفع لك من 1 او يبتدي مثلا من 500 وزياده. كده لما تيجي تعمل النقاط، تعمل ادراج للنقاط، فالبرنامج بيشوف ان في نقاط بنفس الرقم او بنفس الاسم، فبيقول لك اعمل لك اوفر رايد ليها ولا اغير انزلها لك باسم جديد. فعشان نتفادى عمليه الاوفر رايد او ما الى ذلك، فانا بنزلهم اساسا كلهم بدون ارقام وبدون نقاط. يعني ساعتها في العمود بعمل ايه؟ بعمل نورثنج ايستنج زي كده مثلا، ببتدي الايستنج نورثنج الليفيشن كود بتاعي، وابتدي اعمل بوينت فايل فورمات بحيث ما يبصش على البوينت اي دي. طب هو البرنامج هيعمل ايه في ساعتها في الارقام؟ هو البرنامج هيبتدي يرقم كما هو ايه ترتيبه عنده. يعني مثلا احنا عملنا هنا ادراج لمجموعه النقاط في الرسمه، انا ما اعرفش عددهم كام، ولكن البرنامج بمجرد ما احنا خلصنا ادراج النقاط هو بادئ بالرقم التالي. اعرف منين الرقم التالي اللي موجود في البرنامج؟ بقول له بوينت كريشن تولز، وباجي على السهم اللي على اليمين ده وهتلاقي حاجه اسمها البوينت ايدنتيتي. بوينت ايدنتيتي مجرد ما بتختارها بيقول لي والله النقطه اللي جايه رقمها هيبقى 1001. انا ممكن اغير الرقم اخليه اي رقم تاني. تمام كده؟ هو بس هو بيقول لي ان البوينت النقطه اللي جايه دي رقمها كام؟ 1001. معنى ذلك ان الارقام مثلا من 1 ل 1000 موجودين في الرسم وهكذا. طبعا احنا عشان نتفادى الحته دي ممكن ان احنا ايه ننزل النقاط بدون ارقام وبدون ايه وبدون اسماء. عندنا اسماء النقاط لا تتكرر وارقام النقاط لا تتكرر في الرسم، الاثنين موضوعهم ما بيتكرروش. لو حبينا نكررهم ممكن بقى نعمل تصنيف جديد او خانه وصف جديده او نحط فيها الايه التفاصيل اللي احنا ايه اللي احنا عاملينها. عندنا مجموع بستايل لاظهار النقاط. طيب دلوقتي في حاله لو انا مثلا زي ما احنا قلنا عمليه اظهار النقاط واخفاء النقاط من خلال الستايل، يعني مجرد ان انا بختار الستايل من هنا بعمل كليك يمين وبقول له والله انا مش عايز اشوف اللي هو بوينت ستايل هخليه نان والبوينت ليبل ستايل هخليه نان وبقول له اوكي، بيبتدي يختفوا من على الرسمه ولكن هم موجودين عندي هنا ما فيش مشكله. طب افرض انا عندي مثلا 10 جروبات، هل هعمل كده الكلام ده كله في كل جروب؟ لا، انا ببتدي اعمل الجروب اللي هي الاول بوينتس. انا هلاقي كليك يمين وبقول له والله انا عايز دي نان ونان. ليه الاول بوينتس؟ لان الاول بوينتس هي مجمعه كل النقاط. طب انا استفدت ايه دلوقتي؟ انا عملتها مجمعه كل النقاط، ولكن انا دلوقتي عملت الاول بوينت نان في الستايل ونان في الليبل ستايل. انا دلوقتي هبتدي المفروض النقاط كلها تختفي من على الرسم. لا، البرنامج بيشتغل بترتيب النقاط الفعلي على البوينت جروبس. هنا زي ما انتم شايفين الاول بوينتس تحت خالص، فهو الاولويه عنده للي فوق خالص، وبعدين اللي تحتيها واللي تحتيها واللي تحتيها في الاخر خالص اللي هي البوينت الاول بوينتس. فلو انا عايز اخفي كل النقاط اللي موجوده معايا في الرسمه دفعه واحده، ابتدي في الاول بوينت ده اخليه زي ما احنا عاملين كده نان ونان. تمام؟ في نفس الوقت اجيب ترتيبه من تحت خالص اخليه فوق خالص. ازاي؟ تيجي على البوينت جروبس تعمل كليك يمين وبتقول له بروبرتيز بتاعتهم، بيجيب لك الترتيب بتاعهم، بختارها ساعتها وبقول له طلعها لي فوق خالص. كده ترتيبها بقى فوق خالص. طبعا انت ممكن تنزل خطوه بخطوه او تطلعه مباشره فوق خالص زي ما احنا شايفينه، مجرد بقول له اوكي هيبتدوا ايه يختفوا من على الرسم. ولكن برضه نفس الشيء، عندي مجموعه نقاط ما اشتغلتش معايا. ليه؟ لان النقاط دي واخده ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا قبل كده بتبقى واخده يا اما ديسكريبشن كي سيت يا اما متاخده او متغيره بشكل يدوي. ففي الحاله دي لازم في الاول بوينتس برضه اعمل كليك يمين عليها واقول له بروبرتيز، ونيجي في الاوفر رايدز ونقول له ستايل وايه وبوينت، يعني اجبر الستايل ده على كل النقاط اللي موجوده في الجروب دي ايا كان هي واخد مصدرها منين. ومجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين اختفت النقاط كلها من على الرسمه ده، بس الجروب اللي احنا كنا عاملينه.
لكن النقاد فعليا اختفت كلها من ايه؟ من على الرسم. النقاد موجوده معايا هنا في قاعده البيانات بتاعتي مفيش مشكله، ولكن اختفت من على الرسم اللي موجود معايا هنا. يبقى انا عشان اخفي كل النقاط مره واحده، يبقى في الاول بوينتس ابتدي اعمل الاول بوينتس دي بالذات، لان الاول بوينتس طبعا بتضم كل النقاط اللي بتتعمل جديده في الرسمه او بيتعمل لها اجراء. خلي الستايل نال ونال، وهنا على اليمين بخلي في الاوفر رايت بقول له ستايل خليه نال، لازم اعلم عليه صح وصح عشان اي نقطه واخده ستايل بشكل يدوي او ستايل من ديسكربشن كيسيت يبتدي هو برضه ايه يخفيها لي من على الرسمه. تمام. الحاجه اللي بعد كده عندنا الستايلات مشتركه ما بين المجموعات. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال بس نغير الترتيب تاني. الستايل في حاله لو انا اخترت مثلا في النقطه هنا، انا اخترت اللاين بوينت ستايل دي، انا هخليها ديسكربشن اونلي وبقول له اوكي. تمام. فبيظهر لي الايه ديسكربشن اونلي فقط. بس وقت انا هغير الشكل بتاعها عشان الشكل بيظهر. تمام. وجيت مثلا في حاجه ثانيه في الاي جي وقلت له برضه انا عايزه ديسكربشن اونلي وبقول له اوكي. يبقى كله دلوقتي واخد الايه ديسكربشن اونلي. تمام. طيب انا هاجي في المانوال ده واقول له في الستايل بتاع الديسكربشن اونلي ده هبتدي والله اخلي الكتابه لونها مثلا ابيض، اتعلم عليها كده واقول له الكتابه دي انا عايزها لونها ابيض ومثلا النوع بتاعها الضمامه، انا من محبي الضمامه، وبقول له اوكي اوكي اوكي. هنلاقي ان الستايل اتغير هنا والستايل اتغير هنا، رغم ان انا بغير فين في المانهول بس، اتغير معايا كمان في الاي جي. ليه؟ لان الستايل اللي احنا مختارينه ده اسمه ديسكريبشن اونلي. انا هنا بغير في الستايل مش ستايل الجروب، لا انا بغير في الستايل الاساسي بتاع الكتابه. فلو اي جروب ثانيه واخده نفس الستايل هيتغير معايا بشكل اوتوماتيك. فلو انا حبيت اغير بس الستايل ده ساعتها ببتدي اخد منه كوبي حلو كده وابتدي اعدل فيه بحيث يتعدل لي بس فين؟ في المنطقه اللي انا مختارها حاليا، مش بتعدل لي في الكل. ولكن الديسكربشن كل سوري الديسكربشن اونلي مثلا انا مختاره ده انا مفعله بالفعل على اثنين على جروبس مختلفه، فبالفعل انا غيرت في واحد هيتغير في الكل. ودي اللي هي ايه عمليه ان الايه الستايلات مشتركه بين المجموعات. لو انت غيرت في واحد هيتغير في الكل، اما لو انت حبيت تعمل حاجه سبيشال يبقى بتعمله باسم جديد وبتختاره ان هو يبقى ايه الديفولت بتاع الايه بتاع الجروب بتاعك. تمام. عندنا هنا طيب ده كده كان خاص بايه خاص بالنقاط بشكل عام والايه والتيبس اند تريكس بتاعتها. طبعا زي ما قلت المحاضره سوري او الكورس بشكل عام لتوضيح الامور بشكل عام للبرنامج السيفل يعني ومراجعه دي بشكل عام، ولو ده جديد هيفيدك جدا الموضوع. اما لو حبيت تفاصيل اكتر موجوده عندنا في القناه بتاعتنا في فيديو فيديوز تقدروا ترجعوا لها في تفاصيل اكتر من كده بكتير، ولكن ده كده ايه عشان الريفرش ليكم. فمبدئيا كده ناخد شويه اسئله عن الموضوع ده قبل ما ننتقل لموضوع الاسطح. لو حد عنده اسئله انا مستعد. اللي عنده اسئله يا جماعه لو سمحت يعمل رايز هاند. التسجيل ان شاء الله في اخر المحاضره. طيب نبدا كده بالبشمهندس جمال محمد داوود. يا رايز هاند دي فين ولا ايه؟ عشان انا مش عارف مكانها فين. معلش. موجوده على موجوده تحت على طول تحت المشتركين على طول. تحت المشتركين على طول. ايوه تحت المشتركين على طول. طيب ماشي. الرايز هاند. طب انا قصدي ان هو يعني هيظهر بشكل كتابه ولا هو هيتكلم ولا ايه؟ انا بفتح ليك. مش سامع معلش. انا بفتح له الكلام ممكن هو يظهر بصوت افضل. طيب ماشي مفيش مشكله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا باشمهندس. تسلم ما شاء الله شرح وافي يعني. شرح وافي مش محتاج اسئلة كده يعني ما شاء الله. الله يعزك يا رب. الله يجزاك عنا خير. تسلم تسلم. حد تاني؟ السلام الو الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت هندسه النقطه بتاعت الاوفر رايد بس تاني ممكن تشرحها على السريع؟ حاضر انا يا حاضر ماشي. تسلم. طيب الاوفر رايد على السريع، كلمه اوفر رايد دي اللي هو تخطي الحاجه اللي موجوده الديفولت. فلو انا عندي على سبيل المثال عندي في هنا في المان هولز تمام كده،
على سبيل المثال انا هجيب لكم مانهولز موجود، يعني مثلا ده مانهول تمام، ادي المانهول ده هعمل كليك اقول له كنترول واحد وهختار له ستايل خاص. بصوا يا جماعه لما بنيجي نعمل كنترول واحد ما دام الستايل بتاعه هنا الديفولت يعني هو واخده زيه زي الجروب اللي هو واقف فيها. في الحاله دي هقول له والله لا انا اعملها لي مثلا جاز بالك شكل تاني خالص من غير الشكل اللي موجود تمام. يبقى كده ده شكل المفروض بين شكل المانهولز بالعادي ده هو البيزك. لو انا رجعت هنا للجروب بتاعتي، الجروب بتاعتي هنا شكلها شكل مين؟ شكل البيزك. حتى ممكن اغيرها مثلا اخليها البوند دي، او ممكن اخليها حاجه اسمها الكاتش بيزن واقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هنا المانهول اتغير، واي ما هو مانهول اتغير الام ان اتش ده اتغير فيما عدا مين؟ اللي انا غيرتها بشكل يدوي. ليه؟ لان دي واخدها شكل يدوي يعني مش هتتغير الا باليدوي، او ان انا اجبرها ان هي تتغير. عمليه الاجبار دي اللي هي عمليه الاوفر رايدز. ببتدي اعمل كليك يمين على الجروب اللي انا عايزها واقول له اوفر رايدز. يعني ايه اوفر رايدز؟ يعني بقول له اجبر كل ما هو موجود معايا في الجروب اللي انا واقف فيها دي ان هو ياخد الستايل اللي انا محدده له هنا، او اللي انا محدده له هنا تمام كده، لان هو ده هو نفسه اللي موجود فيه اللي موجود هنا. فدي بتبقى عمليه اجبار. فانا مجرد ما بقول الستايل اللي انا عايزه اللي هو ده وبقول له اوكي، البرنامج بيشوف كل ما هو موجود جوه الجروب دي ويبتدي يديله الستايل ده، رغم ان هو ممكن يكون ايه، رغم ان هو ممكن يكون مختاره انا مغيره بشكل يدوي، او انا ممكن مختاره بشكل يدوي، لكن هو دلوقتي عمل له عمليه اجبار اللي هو الاوفر رايد، ان هو اجبره ان هو ياخد الستايل اللي موجود جوه في الجروب بتاعتي. دي فكره الاوفر رايد، ان هو بيجبره ان هو ياخد الحاجه دي. كل ما هو كلمه اوفر رايد يعني ايه؟ ان هو بيجبره ان هو ياخد الحاجه دي. تمام، تسلم يا هندسه. طب بعد اذنك يا هندسه، ايوه، النقطه الاظهار، الاظهار بيبقى بس الاول جروب فوق، يعني بيظهر اول جروب والثاني اللي تحته طيب. ولا ممكن ماشي. ولا بيظهر كام جروب؟ حلو السؤال ده. بص يا سعد دلوقتي النقاط الاي جي هل هي موجوده؟ كل ما هو اللي فوق بياخد له الاولويه. يعني دلوقتي الاول بوينت زي ما قلنا فيها كل النقاط، فيها الاي جي وفيها المانهول وفيها اللايت بول وفيها كل شيء، ولكن انا عندي المانهول هنا حلو كده اخذ من شكل مين؟ اخذ الشكل اللي انا عطيه له، لان المانهول هو اللي فوق. لكن لو انا اظهرت الاول بوينتس دي ورفعتها هي اللي فوق، هو المانهول ده هياخد مين؟ هياخد نفس الشكل بتاع الاول بوينتس، يعني هو بالترتيب بياخد من فوق لتحت. طيب في حاله لو النقطه اتكررت ما بين اكثر من جروب، النقطه الواحده زي المانهول دي متكرره مثلا هنا ومتكرره هنا، هو بياخد الترتيب الاعلى او الايه او الستايل الاعلى تمام. نفس الشيء مثلا الاي جي ترتيبها تحت، هي ظاهره معايا هنا ولكن انا ممكن اخفيها من هنا واقول له لا انا مش عايز اظهرها، هو مش عايز اظهرها وبقول له اوكي. ولكن ممكن هي مثلا تكون على سبيل المثال هي موجوده هنا مثلا فين؟ موجوده في الجروب ده. حلو؟ يعني هي موجوده في الاول بوينتس وفي نفس الوقت موجوده في الاي جي، بس كده انا قفلتها في الاي جي. مين الاعلى، الاول بوينت ولا الاي جي؟ الاي جي هي الاعلى، لا يبقى هيحترم الاي جي. خد بالك؟ يبقى هو بياخد الترتيب. لو انا قفلت الترتيب والنقطه دي متكرره في كذا جروب، هو بياخد حالتها في اعلى جروب. حالتها مقفوله يبقى هتتقفل على الكل، رغم ان التانيين مفتوحين، ولكن لا هي حالتها كيظهرها على بس بياخد بناء على ترتيب البوينت جروبس. كل ما هو فوق بياخد الايه؟ الترتيب الاعلى. يبقى اظهار النقطه على الرسم بياخد الترتيب الاعلى للايه؟ رغم ان هي ممكن تكون متكرره في عده مين؟ في عده جروبات مختلفه. يعني هندسه لو طلعنا الاول بوينت دي فوق خالص يبقى هي اللي لها اولويه الظهور. بالظبط كده. يعني مثلا انت شايف انت المانهول شكلها ايه والال بي شكلها مين؟ قلت له لا انا عايز الاول بوينتس دي فوق خالص، وقلت له اوكي تمام، اتغير الشكل تماما. طب المانهول كان انا عطيت له شكل تاني، لا انسى خلاص. ليه؟ لان الاول بوينت هي المتحكمه دلوقتي، هي الاعلى، فهي الشكل بتاعها هو الاعلى. الاي جي انا كنت قافلها حلو كده، هي مقفوله نان ونان، ورغم ذلك ان هو اظهرها للاي جي. ليه؟ لان هو المتحكم، الاول بوينت هنا هو المتحكم ساعتها. تمام، تسلم هندسه، الف شكر. طيب في سؤال لحضرتك بيقول لك هل يوجد طريقه لترقيم النقاط من رقم واحد لكل الجروبات؟ هل يوجد طريقه لترقيم النقاط من رقم واحد لكل الجروبات؟ لا، للاسف زي ما قلنا حتى لسه موجود الورقه هنا، اسماء النقاط لا تتكرر وارقام النقاط لا تتكرر. ما ينفعش النقطة واحدة يبقى رقمها واحد، يعني مثلا خمس نقاط أو عندي خمس جروبات كل واحدة بتبتدي واحد واحد واحد، لا، لأن هي الفكرة كلها إن هم جايين فين، النقاط دي كلها متجمعة في جروب واحدة الأساسية الأول بوينتس، هي دي اللي بتتحكم في ترتيب النقاط. لأن مثلا أنا هاجي أقول له مثلا عايز أعمل نقطة رقم واحد يقول لي لا ما ينفعش، أعمل نقطة رقم اثنين لا ما ينفعش،
على سبيل المثال احنا نفس الملف ده هبتدي اعمل انسيرت مثلا لنفس الملف ده تاني، مجرد ما بضغط عليه وبقول له هنا انا عندي ده الملف كان رقم واحد تقريبا صح كده، او الان جي اللي سوري ناس كان اسمه ان جي المره دي. حلو، النقاط نفسها اهي، وبرضه هناخد البوينت ايست نورث زد نفس الشغل بتاعي او هشام مثلا على سبيل المثال، وبقول له اوكي. بصوا بتظهر معاك مباشره هنا دوبليكيت بوينت نمبر، هنا في دوبليكيت يعني ايه النقطه دي رقمها متكرر. ففي الحاله دي البرنامج بيديك مجموعه اوبشنز، يا اما بيعمل لك اوفر رايت يعني هيقرا لك سوري هيغير لك القديمه بالجديده، او يوز نيكست بوينت نمبر. يعني ايه يوز نيكست بوينت نمبر؟ هياخد اقرب تسلسل هو جاهز بيه ويكمل لك، زي ما احنا شفنا احنا كنا اللي هو ال 1001 هيبتدي ياخد من 1001 1002 1003 رغم ان النقاط دلوقتي هي نفس النقاط نفس الترتيب سوري نفس الاحداثيات الايست والنورث والزد والتفاصيل، ولكن هو هيرقم الترقيم جديد الترقيم سوري المتتالي ليه، لكن نفس الترتيب بتاعك ما ينفعش. يعني ما ينفعش ناخد نفس الترقيم الواحد ده يبقى على الكل. انت بقى ممكن بعد ما تخرجها للاكسل بتعدل في الاكسل ما فيش مشكله، لكن جوه البرنامج لا. طيب الباشمهندس السيد عزام اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيك بارك الحمد لله. بقول لحضرتك بس هو قابلتني مشكله مره ان انا كنت في فيرجن 2019 كنت ما باجي اعمل جروب واجي اخد النقط من بره اوتوماتيك بتخش عليها نقط ثانيه جوه البرنامج، ف ما عرفتش ايه سببها. انا اضطريت ان انا اخد الفايل بعد كده فروم فايل مش بنزل النقط على لا تاني يعني على البرنامج تاني. يعني انت دلوقتي عملت بوينت جروب مثلا وبتعمل انسرت للنقاط جوه البوينت جروب ده بالظبط، خدت نقط تانيه غير اللي انا محددها له كانت موجوده في الرسمه. ايوه بيقول لك هي المفروض بص البوينت جروب ما دام متحدده باكواد معينه ممكن تجيب من غير اكواد كنت جايبها من ملف بره بس. هل كنت سوري الجروب دي كانت جديده ولا قديمه؟ لا كانت جديده، كنت بعمل جروب جديده في الانسيرت. هو غريب لان هي بص البوينت جروب انا استغربتها بصراحه يا باشمهندس، استغربتها عشان كده انا ما لقيتش حل ليها غير ان هو اخد السيرفيس فروم فايل مش هاخد نقط جروب. يفضل الفروم فايل بس هو مبدئيا بص لو كده لو لسه عندك الحاله دي موجوده يعني عندك الملف دوت ملف السيرفر اللي مفتوح ابعتهم لي على الخاص مفيش مشكله اشوفها واجربها واقول لك ايه موقف. خلاص مش مشكله بكره ان شاء الله ابعته لحضرتك ما عندكش مشكله. تحت امرك. ماشي شكرا. لا باشمهندس احمد الجدي. السلام عليكم. عليكم السلام. مشكور يا باشمهندس على الشرح الوافي. انا بس عندي استفسار، هل ممكن نعمل امبورت للنقاط دي والكوردينيتس مالها بانه مثلا نخش على السايت مباشره وبعد ذاك ننزل كل الفيتشرز وكل الليبل زي ما بيحصل مثلا في برامج زي الجي اي اس؟ يعني طريقه بديله لاستيراد النقاط غير انه انا احولها من الاكسل تمام. بالطريقه اللي اصلا انت تفضلت وشرحتها دي، هل ممكن في السيفل 3 دي اني اربط مع الساتلايت ماب على طول في السايت وادخل على المكان اللي انا داير مثلا لو عندي طريق داير اعمل رفع لكل الليفلز الموجوده في الاكزيستنج مثلا وكل ايوه وكل مثلا الفيتشرز الموجوده حوالين الطريق تمام؟ حلو. فهل في خاصيه انه انا يعني ده السؤال الاول اعمل الحاجه دي؟ السؤال الثاني في حاله الكوردينيت يعني مثلا احنا هسه بنشتغل هنا مع وزاره الاسكان هم الكوردينيت اللي بيستخدموها الكلارك في حين انه معظم الداتا السيرفير بيجيبها لنا دبليو جي اس. حلو. التحويل بين الكوردينيت للنقاط دي برضه مهم. طيب بص حضرتك دلوقتي بخصوص الجزئيه الاولى عمليه انت قصدك عمليه ادراج نقاط من الاجهزه المساحيه بشكل مباشر عندك على الجهاز مظبوط كده تمام؟ بالظبط كده. بص هو مبدئيا البرنامج بيتعامل زي ما احنا قلنا من كذا جهه على اساس الامبورت الداتا بتاعته زي ما انت شايف هنا على الشمال دي الامبورت الداتا بتاعته الاساسيه، ولكن على حسب نوع الجهاز بتنزل ساعات تولز موجوده ودايما بتلاقيها في التول بوكس هتظهر لك بعد كده هتظهر لك في التول بوكس دي زي مثلا برنامج اللايكا وبرنامج سوري شركه لايكا وشركه توب كون وشركه ترامبل
كل واحد ليهم انتجريشن زي ما بيسموه انتجريشن، ولكن ده بتخش على الموقع بتاعه وبتشوف موقع الشركه المصممه للجهاز اللي انت شغال بيه، تقول له انا عايز انزل الانتجريشن بتاع ده، بينزل لك يا اما بشكل قائمه موجوده هنا، يا اما بشكل مين؟ بشكل حاجه في التول بوكس هنا، وساعتها بيعمل كونكت ما بين الجهاز بتاعك والجهاز الجي بي اس. ولكن صراحه انا ما اشتغلتش بيه، انا عاده بشتغل بالملفات، ولكن بالفعل هي في الانتجريشن دوت، بحيث انت ممكن من 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 الداتا بتاعت هي الفكره كلها، هل انت وانت حاليا وانت قاعد في المكتب هل بتستقبل الداتا بشكل فوري ولا بتترفع وبتجي لك؟ بتترفع وبتجيني في اه، لان بص هي الفكره كلها ان الاجهزه المساحيه اعتقد لغايه دلوقتي لسه ما عملوش ان انت الراجل يرفع في الموقع وفي نفس الوقت يحصل ابديت او يبقى رفع على كلاود ويجي لك في ساعتها، غالبا دي لسه مش موجوده. لكن لو الساتلايت يعني مثلا لو عندك اكاونت في الشركات اللي بتدي صور للساتلايت ماب ابديتد دي، تمام، تقريبا الخاصيه دي موجوده، انا اوريدي من الساتلايت ماب بتكون نازله كل ال هي والله انا للاسف والله دي ما صادفش اللي انا اشتغلت عليها، ولكن زي ما بقول لك كل شركه ليها انتجريشن مع ال 7 3 دي، بيدي لك قائمه بحيث انت تتعامل مع اجهزته مع ال 7 بشكل مباشر. اوكي تمام كده، ده الجزء الاول. اما الجزء الثاني انا بالفعل شرحته بالتفصيل، اللي هو السيفل وانظمه الحساسات العالميه، شرحت ثلاث فيديوهات بالتفصيل عن الموضوع ده، ازاي رقم واحد ازاي تعمل ادراج للنقاط بتاعتك في حياتك او النقاط بتاعتك بشكل خطوط طول ودوائر عرض او ايا كان الكوردينيت سيستم بتاعها، وازاي في حاله لو انت عندك اثنين كوردينيت سيستم مختلفين، انت بتدرج سوري انت بيبقى عندك مثلا كوردينيت سيستم انت بترفعه وكوردينيت سيستم ثاني انت عايز تظهر الداتا عليه، الاثنين يتعاملوا في لوحه واحده، يبقى لوحه واحده فيها اثنين كوردينيت سيستم، بحيث انت النقطه اللي تعملها يديك احداثيها على الكوردينيت سيستم الاول كام واحداثيها على الكوردينيت سيستم الثاني كام. ده انا شرحته بالتفصيل، استاذنك معلش هتقطع القناه عندي هتلاقي معلش هفتح بس كده سريعا القناه. تمام هقول لك بس بالظبط هي اسمها ايه. هنا بص حضرتك هتلاقي اهو انظمه الاحتساب في برنامج 7 3 دي، كوردينيت سيستم 7 3 دي، دي هتلاقي فيها ثلاث دروس بيغطوا المنطقه دي كلها ان شاء الله وبتفيدك باذن الله. تمام جميل جميل يا باشمهندس، الف شكر. العفو، الف شكر، جزاك الله خير، مع السلامه. حضرتك في سؤال اخير بيقول لحضرتك لو في حاله حذف جروب نقاط يتم حذف ترجع للجروب الاصلي. بص يا دلوقتي حذف الجروب حاجه وحذف النقاط اللي جوه الجروب حاجه ثانيه. على سبيل المثال انا عندي مثلا جروب الاي جي، لو انا عملت كليك يمين وقلت له ديليت حلو كده وقلت له اوكي، هو هنا لغى لي الجروب، ولكن نقاط الاي جي زي ما احنا شايفين موجوده عندي في الرسم حلو كده. اما لو انا دخلت على الجروب نفسها وقلت له النقطه دي مثلا رقم 7 دي او النقاط دي كلها، عملت كليك كده على يمين وقلت له مثلا سيلكت ولغيت عملت له ديليت كده، اتلغت من اللايت بول واتلغت من البوينت جروب اللي هي الاساسيه الاول بوينت. يعني بوينت جروب لما اجي الغي ما الغيش النقاط من جواها، الغيها نفسها. الحاله دي انا عايز الغي البوينت جروب معينه، كنترول زد تاني معلش زد، يبقى هنا هعمل كليك يمين على البوينت جروب وبقول له ديليت، ما فيش اي مشكله فيها، مش هيحصل اي شيء للنقاط لان النقاط اوريدي موجوده في الاول بوينت. اما لو انا لغيت نقطه من على الرسم او من جوه الاول او من جوه سوري البوينت جروب هتتلغى من الرسمه بالكامل. وفي برضه كويس ان الجزئيه دي حاله لو انا على سبيل المثال حصل اي تغيير في النقاط بتاعتي، يعني مثلا ال في ده انا هاجي مثلا على نقطه كده اعمل له ايه، اقول له ديليت وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين ظهر لي معايا هنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان برنامج السيفل واعي قوي لدرجه ان هو بيعمل ايه، بيقول لك اي تغيير بيحصل معاك في الرسم في نفس الوقت بيجيب لك انديكيشن عليه. زي ما انتم شايفين ظهر معايا مين الشكل ده اللي هو فيه علامه استفهام ان حصلت حاجه هنا، ايه هي الحاجه دي؟ اعمل كليك يمين عليها وبتقول له شو تشينجز، ايه التغيرات اللي حصلت؟ هيجي يقول لك والله انت عندك النقطه رقم 7 ريموف، يبقى في نقطه رقم 7 دي اتشالت. عشان كده احنا دايما بنقول لما بنيجي نشتغل بالسيفل انا بشوف النقاط ظبطتها تمام وعملت جروب تمام، ابتدي ارفع الاول بوينت دي فوق خالص واخليها نن ونن. ليه؟ عشان مش بالصدفه ابتدي ممكن اعلم على نقطه، على سبيل المثال انا برسم خط جنبها والخط ده طلع غلط، فانا هبتدي ايه اعلم على الخط على الخط والغيه، فبالصدفه انا خدت مين؟ قدرا كده سوري خدت مين؟ خدت نقطتين معايا. لو عملت ديليت النقطتين دول هياثروا معايا في المشروع كله، ممكن يكونوا نقطتين في ارض طبيعيه او في سطح هياثروا معانا تمام كده. فبالتالي هنعمل ايه؟ ان دايما بعد ما بخلص حاجتي من النقاط فبقول له ايه اقفل هادي،
او ان انا بعمل حاجه كويسه جدا، ان انا بعمل كليك يمين على الاول بوينتس وبقول له ايه، بقول له لوك بوينتس، كده النقاط بتاعتي غير قابله للتعديل. غير قابله يعني ايه غير قابله للتعديل؟ يعني النقطه بتاعتي لو انا جيت شلتها من مكانها زي ما انتم شايفين، انا بحاول اشيلها اهو ما بتتشالش معايا. ليه؟ لان هي مقفوله خلاص كلوكيشن كاحداثياتي. يبقى كده حتى لو انا حاولت الغيها واقول له ديليت مش هيقدر يلغيها. يبقى يا اما اقفلها لو انا عايز اظهرها اخليها في الرسم زي ما هي، يبقى يفضل ان انا اعمل عليها كليك يمين وبقول له لوك بوينتس، وزي ما انتم شايفين تحت على الشمال علامه الايديت بقى علامه ايه، عليها علامه ستوب كده اللي هو ممنوع الدخول، يعني ان هي مش هتتغير. اعمل كليك يمين وبقول له انلوك بوينتس، هيفتح لي كود النقاط تاني بحيث اقدر اغير فيها زي ما انا عاوز. يبقى لو انا عايز اسيبها ظاهر على الرسمه يفضل ان انا اعملها لوك، لو انا مش عايزها على الرسمه وده يفضل عشان البرنامج طبعا كل ما الحاجات اللي ظاهره على الرسم كتير البرنامج بيتقل معاك بشكل كبير، فساعتها لا تعمل كليك يمين وتقول له البروبرتيز بتاعتك وتقول له نان ونان اللي هي الاول بوينت وبتخليها فوق خالص بحيث يلغي لك يخفي لك كل النقاط من على الرسم. بس سؤال اخير كده، لان قعدنا انا اقوم مع حضرتك للصبح عشان ندخل في الموضوع الجديد. ايه ده بيه؟ بيسال بقول لو فتحنا الاسئله اكتر بتهيألي ممكن نتاخر قوي. اه معلش هنجاوب على سؤال واحد كده ولا حاجه وبعد كده ممكن في الاخر خالص نبقى نجاوب على معلش سؤال بخصوص اليو تي ام يخرج نفس الحساب بدون اي دليل عن العلم الارقام بقى تي ام والله. بص ده معلش هستاذنك يا محمد عبد الحميد، ابعت لي السؤال ده على الخاص وانا ان شاء الله هجاوبك عليه. حلو كده. محمد خليل، طب سريعا معلش هستاذنك محمد الخليل عشان عنده سؤال ضروري. طيب خليه يشغل الصوت. اتفضل اتفضل يا شيخ. اتفضل يا محمد الجاهل، كيفك مهندس؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام الله يخليك. طمنا عنك ان شاء الله بخير. لو سمحت بس عندي هيك سؤال ضروري، اذا انا عندي نقط على اكس طريق تمام، خلينا نعتبر شي 50 نقطة وانا بدي طلع داتا للشباب بالموقع، بدي مقابل كل نقطه يمين ويسار بيربونديكولار عليها، يعني يطلع فهمت قصدي كانه اوفست 3 متر يمين 3 متر يسار. تمام حلو. فبدي اياها تطلع مقابلها بيربونديكولار، مشان ما اعمل كل وحده بوحدتها، انه في طريقه اعملهم كلهم مع بعض؟ في لو في طريقه تعملها، بص هي في كذا طريقه بس هي الفكره. طيب ماشي، يعني انت عندك النقاط اللي على السنتر بالظبط وعايز هي نفسها تيجي يمين وشمال بالظبط، بس بيربونديكولار يعني عرفت ليه؟ لانه اوقات بيكون عندك كيرف بيكون عندك ده نفس الستيشن، لان انت ساعتها هتحتاج ان يكون في الاينمنت في الرسم اذا بدك هيك. اوكي ما هو شرط ان هو يكون في الاينمنت في الرسم. طيب انا هعملها لك سريعا كده بس بص بيجي دلوقتي يعني لك الاينمنت سريع. هنستأذنكم معلش مش هتاخد دقيقه باذن الله. دي لازم يكون عندك الاينمنت زي ما قلت لك ايه معرف في الرسم تمام. ده كده مثلا الاينمنت طوله 100 متر حلو، وهحط شويه نقاط. هل انت عارف اوريدي الاحداثيات بتاعتك دي الايست سوري الاستيشن بتاعتها كام ولا مش عارف؟ اوكي عارف مفيش مشكله. طيب خلاص يبقى هتيجي في ملف اكسل جديد زي كده ماشي. على سبيل المثال انت عايز على ستيشن مثلا 10 حلو، والاوفست بتاعك مثلا ناقص 10 تمام، وعلى ستيشن برضو 10 عايز مين الاوفست 10، يبقى انت كده عايز 10 يمين و10 شمال حلو. عايز كل 10 متر الكلام ده، اقول له مثلا هنا 20 او ان انت للاسف بتقول له يساوي النقطه اللي فوق حلو كده زائد سوري زائد 10 متر ونسحبها شويه كده تحت حلو، ودول نفسهم دبل كليك وبقول له كوبي. يبقى انا كده عندي ايه الاستيشن 10 الاوفست ناقص 10، ستيشن 10 اوفست 10 تمام. يبقى كده يمين وشمال. لو عايز تضيف الصفر ممكن تضيفه مفيش مشكله، اي عدد اوفست انت اللي عايزه هتضيفه بنفس الشكل برضه النقطه اوف ستيشن 20 اوفست ناقص 10 ستيشن 20 اوفست زائد 10 وهكذا، ودول هتاخدهم وتقول له كوبي سوري كونكاتينيت برضه نفس الشيء. انا اسف ايكوال كونكاتينيت وهتعمل برضه النقطه الاولى اللي هو يعتبر من الستيشن والاوفست الستيشن والايه؟ والاوفست دبل كليك. يبقى انا كده معايا الستيشن بتاعتي والاوفست اللي انا عايزه بالترتيب اللي انت عايزه طبعا بالترتيب اللي انت عايزه. تاخده كوبي ملف التكست اللي احنا عاملينه برضه هنسميه ان جي ال تعمله ايه؟ حفظ. تيجي عندك في السيفل تمام؟ كل ما هنالك اللي انت بتقول انا عايز اعمل بوينتس، البوينتس دي مرتبطه بالالاينمنت، الالاينمنت ده انا هجيب الداتا من فايل خارجي فروم فايل تمام؟
وبتختار له الفايل اللي هو على الديسك توب اللي هو اسمه ان جي ال. فعندك هنا مجموعه حالات، بص هنا تحت كده هتلاقي في مجموعه حالات. الحاله بتاعتي دي انا جايب له الداتا اللي عباره عن دي ستيشن واوفست فقط، تمام؟ فبكتب له الحاله بتاعتي اللي هي رقم واحد وبقول له انتر. فبيقول لي الفاصل ما بين الكتابه والكتابه ايه، احنا عاملينه كاما صح كده، فبنختار له الحاله رقم 2 وبنقول له انتر. فهو بيقول لي عندك ليميت محدد، فبقول له لا ما فيش ليميت. فبيقول لي اختار الالاينمنت، مجرد ما بختار الالاينمنت حلو كده سيلكت الالاينمنت بس عشان هو هيعمل له ريفرش بس تمام. يبقى تاني معلش اهي، ادي من هنا البوينت الالاينمنت فروم فايل، بختار له الفايل اللي هو الان جي ال تمام. الحاله بتاعتي اللي هي رقم واحد، وانا الشغل بتاعي كما اللي هو رقم 2 ومفيش ليميت، وبقول له ادي الخط بتاعي. زي ما انت شايف ظهر معاك مباشره النقاط على ستيشن 10 اهي، والاوفست بتاعك لو انا جيت خدت من هنا اهي ال10 كام، ال10 متر. حتى لو احنا خدنا الخط بتاعنا وقلنا انا عايز اشوف النقطه دي اوفستها كام، اهو هيقول لك دي على ستيشن 30 والاوفست بتاعها كام، الاوفست بتاعها 10. وهتلاقي النقاط طبعا دي ظهرت معاك في الاول بوينتس بتاعتك هنا، وترتيبها نفس الترتيب اللي انت واخده ايه، اللي انت واخده يعني النقطه الاول واحده ان هي دي اللي هي اول واحده اللي انت ايه اللي على الشمال يعني. انا كنت وصلت، وطبعا انا كنت شرحتها برضو دي في فيديو تقريبا على على ما اتذكر، استاذن برضو بعتلي حتى على الخاص واقول لك انهي فيديو بالظبط اللي اتعملت. بس دي كده خلاص طلعت معاك النقاط يمين وشمال، تقدر تستخرجها وتشتغل بيها زي ما انت عاوز. طيب استاذنكم معلش ان احنا ندخل بقى ايه وفي حاجه ثانيه عايزنا حضرتك بخصوص السؤال ده، في ابلكيشن ممكن تضيفه للسيفل، انا حاطط الرابط بتاعه اللي هو ايه فنن، في ابلكيشن برضه ممكن تستخدمه بيضاف للسيفل، تقدر تحط تقدر تاخد منه اوفست للسنتر لاين، انا الرابط بتاعه حاططه. في تطبيق مساعد، كان في حد تقريبا عمل تطبيق مساعد صح؟ ايوه بالظبط هو ده الرابط كده. ما هي بص هو دلوقتي في ناس بتعمل اسبات وتطبيقات وبتاع، انا من محبي صراحه ان انا بستخدم، عشان هي الفكره كلها ان انا ممكن اقعد في اي وقت على اي جهاز ويقول لي اشتغل واعمل، فاللي هو ايه احنا بناخد البيزكس بتاعت البرنامج نحاول نشتغل بيها. طب ده طبعا بتساعد جدا حاجه لو انت بتشتغل كتير على الجهاز وعلى جهازك الخاص واخد بالك، او جهاز تبع الشغل. لكن لو انت قعدت في مكان وقال لك اشتغل فعرفنا الحل وخلاص، يبقى احنا عرفنا الاساس وبعد كده نستريح بالاثبات وما الى ذلك. مش هو عموما اللي هو الايه التطبيق اللي انا كنت شفته صحيح، وتعاملت حتى عنده شير على الجروب عندنا قبل كده. طيب احنا كده معلش طولنا قوي في النقاط، بس ما هنخش على الاسطح، هي اهم شيء طبعا النقاط والاسطح. هنبتدي ندخل على الاسطح عشان نبتدي في ايه في المعمعه بتاعتنا احنا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عايز برضه دي، احنا عايزين ده. طيب الاسطح ايه هو الاسطح؟ ببساطه الاسطح هي تجسيد لما هو سواء ارض طبيعيه او تجسيد لسطح التصميم اللي هيتم بعد كده. يعني ايه تجسيد؟ يعني دلوقتي الناس بسم الله ما شاء الله رفعوا في الموقع وجابوا لنا الداتا وكل شيء. الداتا دي تمثل ايه عندي في الطبيعه او تمثل ايه في الشغل؟ انا ما اعرفش. لازم بعمل سطح ثلاثي ابعاد للداتا دي عشان اشوف شكل الارض الطبيعيه ايه، وابتدي اتعامل معاها وابتدي اصمم عليها سواء طرق سواء حساب كميات او ايا كانت الخطوه اللي بعد كده. طب ايه هي المعايير بتاعت الاسطح ان احنا بنشتغل بيها؟ مبدئيا نشوف ايه هي الاسطح وايه طريقه عملها. الاسطح قائمه الاسطح زي ما انتم شايفين، هو بيقول لي ممكن تعمل كرييت سطح من ملفات اسمها دي اي ام اللي هي ديجيتال الفيجن مودلز، ممكن من بوينت كلاود، ممكن تن سيرفيس وما الى ذلك. انا بعمل الاسطح منين؟ هي موجوده طبعا، موجوده معانا هنا في البروسبكتور تاب على اليسار، لما بتعمل كليك يمين عليها وبتقول له كرييت سيرفيس ونبتدي نشوف الويندو اللي ظهرت لنا هنا. هو بيقول لي والله انت هتعمل نوع ايه؟ عندنا هنا اربع انواع، تن سيرفيس اللي هو الايه؟ الترينجوليشن اللي هي المثلثات، عندي الجريد سيرفيس، الجريد ده اللي هو هياخد الداتا بتاعتك ويبتدي يعملها بشبكه مربعات او مستطيلات زي ما انت، هو غالبا شبكه مربعات زي ما انت هتحدد له. انا اخترت له هنا بيقول لي هو السبيسنج في الايست اكس كام وفي الواي كام، ولكن لا يفضل استخدام الطريقه دي لان المشكله ان هي الحواف بتاعه السطح، يعني مثلا عندي زي ما انتم شايفين حواف السطح هنا هتبقى بشكل مثلث، دي مش هتيجي معاك في ايه في الاسطح. فيفضل ان انت بتستخدم التين سيرفيس ده اللي احنا بنستخدمه عشان يعمل لي شبكه مثلثات على كل النقاط اللي موجوده معايا في الرسم. تمام؟ هو بيسالك هنا النوع ده تين سيرفيس، وانا عندي برضو الفوليوم هنا اللي هو سطح الكميات على ما نرجع له بعد. اهم شيء دلوقتي اللي هو التين سيرفيس اللي هو العادي كلنا بنستخدمه واغلب الناس بتستخدمه، وهيكون السطح دوت في لاير اسمها سي توبو. طب انا حبيت اغير السطح اللاير دي، مجرد ما بتضغط هنا بتبتدي يا اما بتختار لاير او ان انت بتعمل ايه؟
بتحط كتابه قبل الكتابه دي او بعد الكتابه دي وبتقول له الكتابه دي والله هنسميها مثلا اتش داش اتش مثلا. حلو كده فهتبقى سي توبو داش اتش وهيعمل لي لاير جديده بالمسمى ده. تمام الحاله دي هخليني زي ما انا عاملها، لان زي ما شايفين انا بخفي نقاط او بظهر نقاط او بخفي اسطح واعمل كل حاجه في السيفل 3 دي بدون الرجوع لمين لللايرز، مش زي الاوتوكاد هنا انا بتحكم كله من خلال الاستايلات، فاللايرز مش هتهم قوي معايا في الوقت الحالي. طيب هنا بيقول لي السطح بتاعك هيبقى اسمه ايه، هنسميه هنا مثلا الاكزيستنج. تمام كده الديسكريبشن في حاجه انت عايز تعمل له وصف، وهنا الستايل بتاعه هو قايل لي هنا عندي حاجه اسمها كونتور 2 متر اند 10 متر باك جراوند، ولو ضغطت هنا هنلاقي ليستد ليستد ستايلات موجوده اوريدي في الرسم. هي كل ما هنالك ان هو ده الفاصل الكونتوري ما بين الخط والتاني في حاله 2 ل 10، يعني 2 كل 2 متر هيحط لي خط، وال10 ده اللي هو الخط الميجور. في حاجه اسمها ميجور وماينور، الميجور اللي هو الخط الاساسي والماينور اللي هو الخط الايه السنوي اللي معاه. فيا اما من 1 ل 5 معنى ذلك ان هو هيكثف لي هنا خطوط الكونتور هيخليها لي كل متر، او 2 ل 10 او 5 ل 25 على حسب طبعا ايه التغيرات اللي موجوده عندك او التفاصيل اللي موجوده عندك في السطح. فهل انا ممكن اعدلها؟ طبعا ممكن تعدلها وممكن تخليها كل سنتي او نص سنتي او كل متر زي ما انت حابب. ايه فرق الديزاين من الباك جراوند؟ الالوان فقط. يعني انا عندي هنا 2 ل 10 ديزاين و2 ل 10 باك جراوند، ده فرق الالوان ليس كده. في الحاله دي انا هخليني هنا اهوت اللي هو 1 ل 5 ديزاين. تمام كده. طبعا في انواع ثانيه انا بنرجع لها ايه بعدين ان شاء الله، مجرد ما بقول له اوكي وبقول له اوكي. طيب هو عمل لي سطح هنا انا عرفت له اسم طول السطح ده اسمه اكزيستنج. طب في السطح ده فين؟ لا ما تلاقيش، لان انت السطح عملته بدون تفاصيل بدون بيانات. البيانات اللي موجوده معانا حاليا اللي هي زي ما انتم شايفين اللي هي النقاط اللي موجوده دي. الخطا الشائع اللي الناس كتير بتعمله للاسف اللي هو بيعمله في الحاله دي، انا نزلت النقاط ده الملف الاولاني خالص، نزلت النقاط دي بدون ان انا احطها في جروب. ف الف ب شغل على السيفل ما تعملش سطح ارض طبيعيه او اي سطح ايا كان من نقاط البوينت جروب. يعني دلوقتي السطح نفسه انا عايز ابتدي اخلاه او يعني اعمل تفاصيل السطح نفسها، ابتدي اضغط على علامه الزائد اللي جنب اسم السطح واتي على كلمه ديفينيشن اللي هو التعريف او التوصيف بتاعه، هيبتدي يقول لي والله انت عندك ديفينيشن بتاعه التعريف عندك كذا حاجه. في الحاله دي انا عندي هنا البوينت فايل، عندي البوينت جروبس، عندي الكونتور، عندي حاجات كتير. اللي في الحاله دي انا عندي من البوينت جروب، انا هاخد من البوينت جروب النقاط اللي عندي اللي موجوده في الرسم هبتدي اعمل منها سطح. فلو عملت كليك يمين عليها وقلت له اد، هو بيبتدي يشوف كل النقاط اللي موجوده او بوينت جروبس اللي موجوده عندك في الرسم. يعني هو بيتعامل بالبوينت جروب مش بالنقاط نفسها، ياخد البوينت جروب بالنقاط اللي جواها. تمام. فلو انا قلت له الاول بوينت هيبتدي يعمل لي سطح وكل شيء، ولكن مشكلته في حاله لو انا عندي سطح ارض طبيعيه وبعدين هعمل سطح تاني تصميمي فوق منه، فلو انا عملتها من الاول بوينت كده اي نقاط هتتعمل في الرسمه هتخش لي في السطح وتغير لي معالم السطح. طبعا ده يعني ايه بيودي كوارث بعد كده. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ انا عندي الوضع اللي انا فيه ده ما عنديش جروب للنقاط دي، ابتدي اعمل زي الباشا كده اعمل كليك يمين واقول له انا عايز اعمل جروب جديده وهسميها دي اللي هي الاي جي الاكزيستنج جراوند، رغم ان هي ممكن ما تكونش بدون كود ما فيش مشكله. في الحاله دي انا هعمل انكلود للداتا او هعمل ضم للداتا دي كده، وبعمل على ويز بوينت نمبر ماتشنج وبختار له بقول له سيلكشن سيت ان دروينج، يعني انا هختار من الرسمه وبعلم له على كل النقاط اللي انا مهتم بيها ان هي تخش معايا في الجروب بتاع الصفحه، بقول له انتر وبخلي شكلها زي ما انا عاوز. في الحاله دي انا مش عايز كتابات وهخلي بس الشكل اللي هو البيزك وبقول له اوكي. كده هو عمل لي بوينت جروب اسمها اي جي تتضمن كل النقاط اللي انا اخترتها له على الرسم. تمام كده؟ حلو. هبتدي انا اعمل من البوينت جروب دي بقول له اد اللي هو سوري السطح اللي هو الاكزيستنج بتاعي، بقول له الديفينيشن انا عايز بوينت جروب، وبقول له ساعتها اعمل لي السطح سوري بوينت جروب اسمها اي جي وبقول له اوكي. يبقى انا كده عملت السطح بشكل سليم من المكان بتاعه السليم. تمام؟ زي ما انتم شايفين السطح بتاعي اتعمل ما فيش اي مشكله فيه. حلو زي ما انتم شايفين خطوط كونتور كتيره وكل شيء والنقاط باينه. هل انا محتاج النقاط في حاجه دلوقتي؟ لا مش محتاجها، يبقى هعمل عليها كليك يمين وبقول له بروبرتس وبقول له انا مش عايز اشوف الستايل بتاعها نان وبقول له اوكي. كده انا لغيت وجود النقاط من على الرسم، ولكن طبعا موجوده هي فين؟ في قاعده البيانات. هبتدي بس معلش انا هرجع البوينت جروب ثانيه او البيزك ده شكلها. زي ما قلنا اي تغير بيحصل في اي حته بيأثر على الكل. تمام؟
زي ما انتم شايفين مثلا على سبيل المثال احنا هناخد نقطه كده تكون مؤثره النقطه دي زي ما تشوفين في خط الكونتور حوالين منها لو انا جبت النقطه دي وقلت له ديليت تمام هل السطح هنا حصل فيه اي تغيير لا ما حصلش فيه تغيير ولكن السطح زي ما انتم شايفين هنا ما فيهوش اي مشكله رغم ان انا شلت نقطه مؤثره عشان عامله مين عامله خطوط كونتور حوالين منها ولكن حتى الان البرنامج ما قاليش ان حاجه حصلت في السطح ليه لان اللي حصل مبدئيا في الاول في النقاط فهو البرنامج قال لي خد بالك في حاجه حصلت في النقاط نعمل كليك يمين وتقول له شو تشينجز قال لك ان النقطه دي اتشالت فلو انا عارف وانا متاكد خلاص انا مرتضي بالنقطه دي اتشالت لازم اعمل له كليك يمين واقول له ابديت خلاص اعمل ابديت للبوينت جروب على هذا الاساس نشوف كده مع بعض مجرد ما هقول له كلمه ابديت بص السطح حصل له ايه ظهرت معايا مين ظهرت معايا المشكله هنا قال لي السيرفيس اوت اوف ديت يعني السطح بتاعي بقى اوت اوف ديت كليك يمين عليه وبقول له ايه وبقول له بروبرتيز بتاعته تمام وباجي هنا في الديفينيشن هنلاقي ان البوينت جروب هي اللي حصل فيها المشكله طب انا خلاص انا اوريدي عرفت ايه اللي حصل في البوينت جروب فبالتالي لازم هيسمع هنا ولكن البرنامج زي ما انتم شايفين لسه حتى الان ما عملش التغيير لان زي ما قلنا الديفولت بتاع البرنامج ان هو ما بيعملش تغيير للحاجه الا لما انت بتقول له عليه الحاله دي انا عرفت ايه التغيير اللي تم فوق فقلت على اساسه ابديت فهنا انا عرفت ان التغيير التغيير حصل في البوينت جروب فلازم هيسمع معايا مين او يتاثر معايا مين السطح بتاعي بس هو حتى الان لم يتاثر مجرد ما اعمل كليك يمين هنلاقي حاجه اسمها ريبيلد فعندي هنا الاختيارين ريبيلد العادي دي حيث لو حصل اي مشكله تاني بيظهر لي هنا وباجي انا اعمل له ريبيلد يعني اعمل اعاده بناء للسطح اما لو انا حبيت اخليها بشكل اوتوماتيك فبقول له ريبيلد اوتوماتيك في الحاله دي لو انا لغيت اي حاجه فوق في البوينت جروب وقلت له ابديت مباشره هيغيرها لي في السطح لان السطح اوريدي مرتبط بمين بالبوينت جروب فانا لا افضل عمليه الريبيلد اوتوماتيك انا احب دايما اشوف المشاكل فين عشان ما تحصلش مشكله ما تبقاش انت عارف ايه موقفها وفي نفس الوقت تغير لك كل العناصر المرتبطه في الحاله دي بقول له ريبيلد هنشوف ان انا مباشره ار اي وبقول له انتر اختفى معايا مين اختفى معايا الايه الكونتور اللي كان موجود ليه لان انا غيرت النقاط من فوق وغيرت عملت ريبيلد احيانا ما بيعملش بس الايه الريجن تعمل ريجن يعدل معاك مباشره فلو احنا قلنا النقاط دي كانت مؤثره مثلا في كميات في حاجه بعد كده كانت هتحصل المشكله دي على سبيل المثال نفس النقطه دي هعمل لها ديليت تمام اقول له هنا ابديت وبقول له هنا ايه ريبيلد زي ما انتم شايفين اختلف شكل الكونتور تماما وعلى اساسه بتختلف مين كل المراحل اللي بعدها تمام دايما زي ما احنا قلنا لو مثلا النقاط انتهينا منها بنقفل الستايل بتاعها وبنقول له اوكي ودايما عينينا على البروسبكتور تاب هنا عشان لو حصل اي ايه حصل اي تغيير يبقى احنا كده عملنا السطح بشكل اساسي طيب هي الفكره كلها ان احنا عايزين نعمل ايه احنا عايزين اولا نبين مكونات السطح دي حصل ايه زي ما انتم شايفين مجرد ما انا اخترت السطح بدا يظهر معايا في التاب اللي فوق قال لي السطح بتاعك ده نوعه اسمه تين سيرفيس واسمه اكزيستنج ودي البيانات او دي التولز اللي تقدر تستخدمها في السطح بتاعك تمام طيب انا عايز اشوف شبكه المثلثات اللي السطح بان عليه هنظهر النقاط بتاعتنا دي ماشي هستخدمكم كده تمام طيب ده كده خطوط الكونتور ودي النقاط اللي انا بنيت عليها عايز اسال شبكه مين شبكه المثلثات اي اظهار خاص بالاسطح يبقى في الستايل بتاع السطح ستايل السطح ده اجيبه منين مجرد ما انت تضغط على السطح من هنا او بتختاره بتعمل كليك يمين وتقول له سيرفيس بروبرتيز يجيب لك السطح بتاعك الانفورميشن بتاعته ايه في الحاله دي انا عايز السيرفيس ستايل فقال لي انت هنا شغال من 1 الى اللي هو 1 5 ديزاين تمام لو انا ضغطت له هنا علامه الايه علامه القلم الرصاص زي احنا متعودين تضغط على القلم الرصاص هنا بيبتدي يجيب لك التاب دوت التاب ده فيه مجموعه حاجات كتيره زي ما احنا شايفين هنا انا بعدل الستايل بتاع السطح فستايل السطح زي ما احنا شايفين هو بيقول لك 1 ل 5 كونتور فهو قال لك لو سيرفيس كونتور ات 1 متر اند 5 متر انترفلز يعني هو شغال من 1 الى 5 حبيت تعدل حاجه في الكونتور روح على التاب بتاع الكونتور في حاله الكونتور هنا لو احنا جينا هنلاقي هو الكونتور انترفال قال لك كام؟ نفتح كده شويه قال لي 1 الى 5 لو انا حبيت اعمل بقى ستايل جديد مثلا عايز اعمل كل 2 متر ونص عايز اعمله كل نص متر ايا كان ببتدي اعدل من هنا زي ما هنعمل كمان شويه تمام؟ ولكن اللي يهمني دلوقتي انا عايز اصير تفاصيل اكتر على السطح التفاصيل الاكتر يعني عباره عن ليارات اكتر الليارات فين؟ دايما في قائمه الديسبلاي بتبقى الليارز اللي موجوده عندك
اللي باين معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين حاجه اسمها البوردر اللي هي الحدود الخارجيه تحت السطح، حاجه اسمها الميجور كونتور اللي هو باللون الاخضر زي ما احنا شايفينه كده، وحاجه اسمها الماينور كونتور اللي هو اللي باللون الايه اعتقد اورنج تقريبا او حاجه زي كده. تمام، ايه تاني انا ممكن اظهره؟ ممكن اظهر حاجات تانيه، الترينجلز اللي هي شبكه المثلثات، البوينتس اللي هي البوينت بتاعت السطح نفسها. طب انا ظاهر بالفعل البوينت هنا؟ لا، البوينت اللي موجوده هنا دي البوينت بتاعت البوينت جروبس، دي تختلف عن البوينت بتاعت السطح، وهنشوف ايه اللي اختلف بينهم وبين بعض. تمام، وفي مجموعه حاجات تانيه زي الدايركشن والاليفيشن والسلوبس والسلوب، الكلام ده كله خاص بالاناليسيس او عمليه التحليل للسطح، وبرضه هنفتحهم مفيش مشكله. ولكن هبتدي الاول بالترينجلز اللي هي الايه المثلثات، علم عليها نقط اللي هي فيزبل اللي هي مفتوحه، وهو هيظهرها لي باللون الرصاصي زي ما انتم شايفين، واقول له اوكي واقول له اوكي. هتبتدي تظهر معانا شبكه المثلثات المكونه للسطح زي ما انتم شايفين، ما بين كل نقطه والثانيه في خط، والنقطه الثالثه هنا، فعمل لي شبكه ايه؟ عمل لي مثلث 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 مثلث، مجموعه المثلثات دي كلها يبتدي هو على اساسه يبتدي ايه؟ يبتدي يعمل لنا السطح. طب لو انا حبيت اشوف العنصر ده بشكل ثلاثي ابعاد، مجرد اي عنصر في برنامج السيفل 3 دي، مجرد ما انت بتختاره بيظهر معاك طبعا القائمه بتاعته الكبيره اللي فوق، ودايما على الشمال هنا بتلاقي حاجه اسمها جنرال تولز، دي ادوات عامه تشتغل على الكل. هتلاقي حاجه اسمها الاوبجكت فيور، الاوبجكت فيور ده مهمته ان هو بيبين لك الحاجه بشكل ايه؟ طبعا كده شكل ثنائي ابعاد، مجرد ما انت تضغط على الماوس اليسار وتبتدي تعدلها كده زي ما انتم شايفين يظهرها لك بشكل ايه؟ ثلاثي ابعاد. لو مش ظاهر معاك كده من اول مره، حضرتك بتيجي هنا على اليسار وبتبتدي تغير، هو عاده بيبقى 3 دي هيدن بيبقى الشكل ده، بتبتدي تغير هنا دي الشيبس او الاشكال بتاعه مين؟ الثلاثي ابعاد. في الحاله دي دايما احنا بنستخدم الكونسبشوال، الكونسبشوال بيجيب لك الشكل زي ما انت شايف اهو، انا عندي تضاريس في الارض زي ما احنا شايفين، في مناطق عاليه في مناطق منخفضه وما الى ذلك. تمام كده، يبقى ده كده شكل السطح بتاعي بشكل ثلاثي ابعاد. طيب اهم شيء لما بنيجي نعمل الاسطح بتاعتنا لازم بنتاكد ان الداتا بتاعتنا سليمه من الموقع، وبعدين بنبتدي نعمل السطح بناء على الداتا اللي موجوده معانا، وبنشوف النتيجه قبل ما نبتدي ناخد اي خطوه للسطح بعد كده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عملت السطح، السطح ده سليم ولا لا؟ ببتدي افتحه واشوفه بشكل ثلاثي ابعاد، شكله مبدئيا كويس. في الحاله دي هو هنا رفع عرض طبيعي، ما فيش تغييرات اللي هي الكريتيكال قوي او التغييرات الاساسيه قوي، لكن لو انا عندي تغييرات اساسيه لازم تذكر في السطح، فبستخدم تولز زياده عندي في الايه؟ في السطح نفسه. ايه هي التولز دي؟ مجرد ما انا بختار السطح زي ما انتم شايفين عندي الايديت سيرفيس اللي هو تعديل حاجات في السطح. التعديل ده يضم يا اما بنضيف، طبعا بشكل عام هي دي قائمه موديفاير خاصه بالسطح، يا اما بضيف اد داتا بضيف له داتا جديده، او ان انا بعدل الداتا اللي موجوده. عندي حاجه اسمها الاد لاين ديليت لاين والسواب سواب ايدج. يعني ايه؟ اللاين اصدر ده هو الخط بتاع المثلث، الخط بتاع مين؟ بتاع المثلث. تمام، هنشوف مثلا حاجه على سبيل المثال المثلث الخط ده زي ما شايفين خط الكونتور هنا، هنا الى حد ما مش ماشي منتظم، يعني هو جه خد كسره هنا وبعدين رجع تاني. الفكره بقى كلها ان احيانا بيكون البرنامج بياخد الحاله شبه الامثل لعمليه المثلثات، ولكن احيانا برضو بيخونوا الايه؟ بيخونوا التقدير في الموضوع ده، فاحنا بنساعده بحاجات بسيطه زي مثلا بنعمل حاجه اسمها سواب ايدج. مثلا ادي الكسره اللي موجوده هنا قدامي دي، هبتدي اعمل هنا واقول انا عامل سواب ايدج. يعني ايه سواب ايدج؟ دلوقتي هو عامل المثلث ده كده زي ما انتم شايفين، وعامل المثلث الثاني اللي هنا كده. طب ما هو ممكن يغير الضلع اللي في النص ده يخليني النقطه دي للنقطه دي، فبالتالي الخط ده هيتعدل معايا شكله، مجرد ما انا بختار هنا زي ما انتم شايفين مباشره غير لي شكل المثلث، فغير لي شكل خط الكونتور اللي موجود. هنعملها ثاني مثلا في مكان ثاني اللي هو ده، مجرد ما انا هغير شكل المثلث تتغير شكل خط الكونتور اللي ايه؟ اللي موجود. طب هل انا لازم اعمل ايديتس كتيره؟ لا، لان الايديتس الكتيره دي بتاخد مجهود كبير وفي نفس الوقت ممكن تدي نتائج خاطئه. احنا بنعملها في حاله لو احنا عندنا مشكله في السطح والبرنامج ما عرفش يحلها بشكل سليم. طيب هل في طرق ثانيه؟ في طرق ثانيه كتيره طبعا ان احنا ممكن نعدل بيها الايه؟ عمليه السطح. ولكن مثلا زي ما احنا قلنا احنا عندنا، احنا دلوقتي عملنا سواب ايدج خدنا كده طول واحده. من التولز الثانيه او من الحاجات اللي انت لازم تعملها دايما ان انت بتنظف السطح بتاعك وبتزيل المثلثات الزائده، اللي هي مثلا على سبيل المثال انا عندي مثلثات زائده بره هنا، هنا ما فيش تفاصيل، ولكن هو زي ما انتم شايفين حاطط لي خط كونتور رغم ان النقاط بتاعتي في الداخل هنا، ولكن هو عمل خط مثلث من هنا لحد هنا وده غلط، فابتدي اشيله ما دام ممكن ياثر معايا في السطح، يفضل ان انا اشيله، بضغط عليه وبقول له انا عايز اعمل ديليت لللاين
ببتدي اختار اللاين اللي انا مش عايزه، اللي هو مثلا لو بقول له انتر بيبتدي يشيله لي زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. طب لو هو مجموعه اصل مجموعه خطوط نعلم عليهم مثلا كده مع بعض واقول له اوكي ماشي، او ان انا بعمل حاجه ثانيه زي ما انا بعملها حتى في الفيديوهات بتاعتي، بعمل حرف الاف وانتر. الاف ده بيدي لك حاجه اسمها فينس، فينس عباره عن خط، يبقى انت مجرد ما بتعمل كده وبتعدي كده اي خط زياده عدى تحت الخط النقط اللي احنا شايفينه ده هيتقطع مباشره. مجرد بضغط انتر، انتر بيبتدي يشيل لي ايه الخطوط الزياده. يبقى الخطوط الزياده دي اللي هي تبقى الخطوط الايه الخطوط الخارجيه. حلو، زي مثلا ده كده لو هياثر معاك في السطح يشيله، لو مش هياثر خلاص مفيش داعي ان انت ايه ان انت تشيله. تمام. طبعا من التولز زي ما انتم عارفين في حاجه اسمها الاد بوينت والديليت بوينت وما الى ذلك. انا بس عايز اشوف بس الاد بوينت عشان ما كنتش شرحتها حتى في فيديوهاتي بشكل كويس، هنشرحها مع بعض دلوقتي. انا هعمل ديليت لللاين مثلا على سبيل المثال، هعمل ديليت للخط ده والخط ده والخط ده واقول له اوكي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي حصل في ايه، حصل ان في خط اخضر ظهر معايا نفس الخط اللي في البوردر الخارجي. لو انا اتخطى على السطح دلوقتي وقلت له الاوبجكت فيور ده وبصيت هنلاقي ان السطح بقى مجوف في الحته دي. السطح بقى ايه؟ مجوف. ليه مجوف هنا؟ لان ما فيش شبكه مثلثات تغطي المنطقه دي، انا بالفعل لغيتها. فعندي حاجه من اثنين، يا اما هبتدي اضيف عليها اد لاين وابتدي اخد خط من النقطه للنقطه دي زي ما انت شايف، هو ضاف لي هنا مثلث وهو شايف ان ممكن يضيف لي مثلث ثاني هنا فعمل لي مثلثين بناء على الخط اللي انا ضيفه. او في بعض الحالات حتى لو احنا بنضيف الخط كده ما بيقدرش يعمل لنا ايه؟ بيقدرش يعمل لنا مثلث جديد او يقفل لنا المنطقه دي. فبنعمل احنا ايه؟ بنعمل له اد بوينت. اد بوينت بس قبل ما نبتدي نعملها هبتدي اظهر النقاط بتاعت السطح. ايه هي بقى فرق النقاط بتاعت السطح من النقاط بتاعت ال اسمه ايه دوت اللي هو النقاط بوينت جروب. نقاط بوينت جروب دي النقاط الاساسيه اللي اتعامل منها السطح بتاعي. تمام كده؟ انا هقفلها في الحاله دي بس كده مش عايز اشوفها. تمام؟ ولكن النقاط بتاعت السطح دي نقاط هي نفس النقاط اللي موجوده هنا، بالاضافه ان انا ممكن ازيد عليها نقاط ثانيه تكثيف للسطح. عمليه تكثيف للسطح يعني ايه؟ انا في الحاله دي عايز اضيف مثلا نقطه في السنتر ده وفي السنتر ده مثلا على سبيل المثال. هبتدي الاول اعدل الستايل بتاعي، اقول له ايديت سيرفيس ستايل. تمام؟ بحيث اظهر البوينتس بتاعتي. طيب البوينتس اللي هظهرها هنا ليها ايه؟ ليها تفاصيل هنا نفس الشيء. الديسبلاي لو انا عندي هنا في التريانجلز اللي هي المثلثات ليها برضه ايه تاب هنا. ففي الحاله دي في البوينت هو بيقول لي انا هعمل لك البوينت حجمها 3 متر، طبعا ناس كبير قوي فانا هعملها بس ايه حجمها نص متر وبقول له اوكي. اهي ظهرت معايا زي ما انتم شايفين النقط اللي ايه اللي لونها ايه لونها سيان دي. تمام. في الحاله دي انا عايز اضيف زي ما قلنا ايه، في حاله لو انا ضفت خط هنا ومش راضي يضيف معاك احنا بنعمل زي ترقيع. الترقيع لمين؟ ترقيع لل راح يترقي للسطح. فبنيجي هنا بنقول له اد بوينت. تمام كده. وبضيف له نقطه على فين؟ على مثلا نص الخط اللي موجود هنا. طبعا هو مش فاتح لي النص هنا، ابتدي افتح الاوبجكت سناب واقول له الميد بوينت. تمام. واقول له نقطه في النص هنا. مجرد ما ضغطت هنا هو قال لي النقطه دي المنسوب بتاعها 626.75. جاب منين المنسوب ده؟ بناء على السطح اللي موجود عندي. فبقول له ماشي منسوبها كده سليم وبضغط انتر. زي ما انتم شايفين ضاف لي نقطه وفي نفس الوقت قفل لي ايه نص مثلث من اللي كان موجودين هنا، ولكن النص الثاني لسه قائم. حلو. هبتدي اضيف نقطه ثانيه، هقول له اد بوينت. تمام. واقول له برده في النص هنا وده منسوبها 626.52 وبقول له انتر. كده قفل لي السطح. زي ما انتم شايفين النقطتين دول بس هستاذنكم هعمل سيركل حوالين منهم عشان يوضحوش مني. اسف. تمام. يبقى هم النقطتين ايه؟ النقطتين دول. تمام. وابتدي اشوف السطح بشكل ثلاثي ابعاد عشان اتاكد. السطح بتاعي اتقفل والامور تمام. نصيحه بقى، النقطتين اللي انت عملتهم الغيوم. ما تتفاجئوش. النقطتين اللي انت عملتهم انت عملتهم بس عشان البرنامج يبتدي يشوف شبكه المثلثات اللي رايحه منه. تمام كده؟ بعد ما تعملهم الغيوم. ليه؟ لان لو اي تغيير حصل في السطح غالبا النقطتين دول بياخدوا نفس المنسوب اللي انت عملتهم وما بيتغيروش. يعني هما النقطتين دول بالفعل نقطتين في السطح جداد مش موجودين طبعا في البوينت ليست بتاعتك، خلاص مش موجودين في الاي جي. نقطتين واخدين منسوبين جداد، فيفضل ان انت بعد ما تعملهم والسطح يظبط بيهم ارجع الغيهم تاني وتقول له ايديت وتقول له ديليت بوينت وبتحدد له النقطه الاولى اللي تلغيها والنقطه الثانيه اللي انت تلغيها وبتقول له ايه وبتقول له انتر. هتلاقي ان السطح زي ما هو مقفول مفيش مشكله، والبرنامج اوريدي فهم ان هنا في كان في جاب واتقفل فرجع اموره لايه؟
لطبيعتين، لو بصيت هنا وقلت له اوبجكت فيور هلاقي مين؟ الاقي السطح زي ما هو. يبقى النقاط اللي انا بعمل لها اد طول ما انا بس بعملها لتصحيح او تقفيل فجوات، بغير ان الفجوه بتتقفل برجع اشيلها تاني. تمام كده؟ برجع ايه؟ برجع اشيلها تاني. احيانا بضيف نقاط ثانيه عشان اظهار مثلا تفاصيل كتير، تفاصيل ثانيه. يعني مثلا على سبيل المثال انا عايز احط نقطه هنا عشان يبقى المنسوب ده ثابت معايا، يبقى خلاص بضيف له نقطه وبقول له المنسوب بتاعها كذا وما بلغيهاش. ولكن يفضل لو انت بتعمل عمليه ترقيع او تظبيط للسطح بتاعك، يفضل ان انت تشيل النقطه اللي انت اللي انت ضفتها بعد ما تنتهي منها. تمام كده؟ دي النقاط اللي جوه السطح. لحد ما كده احنا غطينا السطح بشكل الايه؟ الشكل الاساسي بتاعه. اهم شيء في السطح عندنا حاجتين. لو احنا جينا في الاكسيستنج، سوري، في السطح الاكسيستنج بتاعنا في الديفينيشن، عندي حاجه اسمها باوندريز وحاجه اسمها البريك لاينز. وما ادراك ما البريك لاينز؟ البريك لاينز دي انا عملت لها شورت لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس افتح لكم البريك لاينز. بسم الله. البريك لاينز العبد اللي موجود. طيب ماشي، خليك عشان دلوقتي هنا وخلينا في الفوت. احنا عايزين نفتح المعالي. انا كنت حتى شرحتها قبل كده جزئيا، بس برضه ايه نشرحها لكم عشان انتم حبايبنا. بص يا شباب، دلوقتي ده المشروع بتاعنا اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، اللي هو مشروع الميكرو. حتى صورتي انا وانا فيه هو بعد ما صبنا عاديا. تمام. الحفره عندنا هنا كان زي ما انتم شايفين شبه راسي، هو في نسبه ميل بسيطه جدا شبه راسي، والمنطقه زي ما انتم شايفين هي محفوره بالشكل التالي. طيب كان معانا مقاول، الناس شغالين على السيفل وربنا بيكرمهم، بس نسيوا يضيفوا حاجه اسمها البريك لاين. ايه هي البريك لاين عشان نعرفها؟ دلوقتي عشان انا اطلع الشكل بشكل سطح حرف اليو زي ما انتم شايفين، يبقى انا لازم هرفع نقطه فوق هنا، وبعدين هرفع نقطه في الكورنر اللي تحت هنا على اليسار، ومثلا نقاط في النص، وبعدين اهم حاجه الكورنر اليمين تحت هنا، وبعدين فوق. تمام كده؟ بحيث يطلع لي بنفس الشكل اللي هو حرف اليو اللي احنا شايفينه. تمام؟ طيب نشوف المقاول هتبقى لي عامله ازاي. زي ما انتم شايفين الراجل رفع هنا، ادي فوق وتحت، ورفع تحت الناحيه الثانيه ورفع فوق. ولكن عشان هو ما ضافش ما يسمى بالبريك لاين، طلع الشكل كالاتي. المفروض نفس الشكل ده نفس الشكل اللي انتم شايفينه في الصوره. طبعا مش هو تماما، حلو كده؟ نفس الشيء اللي من الجنب التاني. البريك لاين هي خطوط، تعتبر خطوط قطع، خطوط سوري اسمها بريك لاين، يعني خطوط القطع. هي فكره خطوط القطع ان هو عمل ايه؟ لو احنا بصينا هنا، كل ما هنالك ان البرنامج اخذ النقطه اللي فوق هنا، وبعدين نزل بميل على اقرب نقطه هو شايفها اللي هي هناك دي. ما نزلش بشكل راسي هنا. ليه؟ لان مفيش حاجه تحكم السطح ان هو ينتقل من هنا لحد هنا، لان هو بيشوف شبكه مثلثات، هو عايز يعمل شبكه مثلثات. هو النقطه العاليه اللي فوق هنا، عاملينها في الصوره بقى، النقطه العاليه اللي فوق هنا هو ما فيش نقطه مقابله ليها تحت، فهو السطح اخذ من هنا مباشره وراح لاقرب نقطه هو شايفها اللي هي هنا كده. فبقى عندي هنا زي ايه؟ زي حرف في، ما بقاش حرف يو. رغم ان انا رافع نقاط تحت هنا، ولكن ما فيش نقطه تحت النقطه دي مباشره. فاثناء عمليه الرفع يفضل ان انت ترفع بشكل ايه؟ سكيشن، حلو كده، بشكل ايه؟ متتالي. ولكن في حاله لو ما حصلش كده، بيتم رسم خطوط ثلاثيه ابعاد تمثل الايدج الايه؟ الايدج السفلي للسطح، او الايدج اللي بيتغير من عنده شكل السطح، سواء شكل مرتفع او شكل يعني مثلا، سواء هو مثلا زي نقول ان هو تبه مثلا، او انه زي ما شايفين هو كده حرف يو. فلازم اي تغير شبه راسي معاك لازم يتعامل حاجه اسمها بريك لاين. بريك لاين كل ما هنالك ان انا بضيف مجموعه نقاط على يعني سوري مجموعه النقاط دي بوصل ما بينها بخط مثلا ثلاثي ابعاد على مين؟ على النقاط اللي موجوده في الايدج تحت يمين وشمال، عشان احكم عمليه المثلثات ما تنتقلش من هنا لحد هنا مباشره. طيب نشوف المثال ده كده. انا عندي مشروع زي كان كده، تمام، والشباب راحوا يرفعوا بالفعل. فانا قلت لهم اول حاجه هو عملها، عمل ايه؟ راح صور لي مشروع. قلت له اهم شيء عندي وانت بترفع، ترفع التفاصيل، ترفع لي تحت هنا وترفع لي فوق. انا وضحت له بالشكل التاني ده. بصوا اهو هنا تحت، عشان ده هنا منطقه تغير راسي، وبعدين رفعت فوق، وبعدين رفعت تحت هنا، وبعدين رفعت فوق تاني، وما هكذا. اهو كتبت له التوب لاين والبوتوم لاين نفس الشيء، وضحت له ان دي منطقه كده زي كانها سور صغير، برضه البوتوم لاين والتوب لاين بالنسبه لي. تمام؟ وبالفعل الراجل رفع كده وعمل لي اللوحه التاليه اللي هي اللوحه دي. تمام كده؟ انا عندي هنا زي ما انتم شايفين جروب نقاط، البوينت جروب دي، في بوتوم وفي توب، تمام؟ وعندي هنا
السطح اللي موجود اللي هو سطح اسمه ايه؟ سطح اسمه اكزيستنج. لو انا بصيت على السطح على حالته العاديه دي وقلت له هنا انا عايز اشوف اوبجكت فيور تمام؟ زي ما انتم شايفين بعد الرفع الراجل الموقف حصل ايه؟ كالاتي، احنا عايزين نجيب قبل الرفع وبعد الرفع، فهستأذنكم معلش انا لاقي حاجه بسيطه بس قبل ما المجموعه انا دي ادي السطح التاني وبقول له اوبجكت فيور تمام. زي ما انتم شايفين السطح هنا عامل ايه؟ عامل تكسرات كتيره اهي تمام كده. هي مش تكسرات، هو الراجل رفع تحت وفوق اه، ولكن البرنامج ما شافش ان المثلث ممكن يتعدل ويتعمل بشكل افضل من كده. يعني انا لو جيت هنا وقلت عملت شبكه المثلثات، باجي هنا وبقول له انا عايز اظهر شبكه المثلثات بتاعتي من خلال ايديت سيرفيس ستايل تمام، وبقول له هنا الترينجلز بتاعتي دي شبكه المثلثات. حلو، في حاجه بعملها بس دي بتبقى ما بين تختلف من جهاز للتاني. لو جهازك كويس اعمل الحركه دي اللي هي ايه، ان انا بعدل في نفس السطح اللي موجود حاليا، واقول له هنا انا عايز اعمل كونسبشوال اظهره بشكل ثلاثي ابعاد تمام. وعلى حسب ايه، على حسب جهاز الصوت عامل كده، انا شايفه بشكل ثلاثي ابعاد في نفس اللي انا ايه، نفس الوضع اللي انا شايفه تمام. ممكن بنعمل ايه، تختار السطح تمام، وبتيجي من تحت على اليمين وبتقول له ايزوليت اوبجكت، يعزل لي الايه الاوبجكت اللي انا مختاره ده. بقى كده بس السطح هو اللي مفتوح معايا. ابتدي اضغط على الشيفت والماوس اللي هو الكليك الماوس الاوسط تمام، وابتدي احرك كده بحيث يغير لي الواجهه بقت ايه ثلاثي ابعاد زي ما احنا شايفين. انا هنا ممكن استخدم الداتا او سوري التولز بتاعت السطح اللي هي التولز بتاعت ايه اللي هي السواب ايدج مثلا. ابتدي اعدل مثلا الشكل زي ما احنا شايفين هنا المفروض ده يروح كده، بعدل ايه، بضغط على المثلثات اللي انا عايز ايه اعدل الاتجاه بتاعها. يعني مثلا زي ما شايفين المفروض ما يطلعش لبره كده، فببتدي ايه اضغط على المثلثات واعدل الشكل ايه الشكل بتاعها. بس طبعا عشان انا اعدل كل ده بشكل يدوي هياخد مني وقت كبير جدا زي ما انتم شايفين المشروع ايه، المشروع كبير. طيب في الحاله دي ابتدي اعمل ايه؟ بعمل ما هو يسمى بالايه؟ بالبريك لاينز. البريك لاينز دي عباره عن خطوط ثلاثيه ابعاد. طبعا عشان نراجع الوضع زي ما كان بعمل كليك يمين هنا وبقول له اند اوبجكت ايزوليشن، بيرجعني الوضع ايه؟ كما كان تمام؟ اهو انا كل ما هنالك عملت 3 دي بولي لاين اللي هو خطوط ثلاثيه ابعاد، ووصلتها على مين؟ على النقاط الفارقه اللي انا قلت للشاب عليها اللي هي فين النقاط دي؟ عشان كده انا قلت له اعمل لي حاجه اسمها التوب كود والبوتوم. ولو جينا هنا حتى في البوينت جروب هلاقي عندي هنا بوينت الحاجه للبوتوم وفي حاجه اسمها ايه للتوب. وبدات اوصل على هذا الاساس، انا عندي خطوط هنا دي اللي هي البريك لاينز تمام، وحدد دي لو انا مثلا شفت الكود بتاع النقطه دي هنا كام، النقطه دي اللي هي التوب، والنقطه اللي تحت دي مثلا على سبيل المثال اللي هي الايه اللي هي البوتوم تمام كده. فوصلت كل ما هو توب مع بعض ووصلت كل ما هو بوتوم مع بعضه تمام، وبعدين بشكل ثلاثي ابعاد خطوط ثلاثيه ابعاد، وبعدين علمت عليهم كده وقلت له مثلا سيلكت سيميلر، ورحت للبرنامج للسطح وجيت في حاجه اسمها البريك لاينز، بعمل كليك يمين وبقول له اد انا عايز اضيف. بيقول لي اضيف ايه؟ البريك لاينز اللي هي خطوط او خطوط سوري خطوط القطع اللي هي الخطوط دي عباره عن ايه. انا عايز اجيب لكم بس المثال قبل ما اضيفها او هضيف لكم واحده بس، يعني مثلا المثال ده زي ما انتم شايفين هنا انا عندي خط مثلثات جاي من هنا للنقطه دي وجاي من هنا للنقطه دي وجاي هنا للنقطه دي. يعني خط المثلثات خط الثلاث نقاط دول جاي من النقطه العلويه للنقطه السفليه. انا هضيف الثلاثه دول بس بشكل مبدئي الاول بشكل بريك لاين، وبقول له هات تمام كده، وبقول له على الوضع اللي هو فيه ده نوعه ستاندر، وبقول له ايه، وبقول له اوكي. شوف كده شبكه المثلثات هيحصل لها هنا ايه. زي ما انتم شايفين شبكه المثلثات ما عدتش من الخط، لا بدا يشوف اقرب نقطه على الخط وعمل شبكه المثلث الاول هنا وعمل المثلث الثاني اللي هنا. يبقى كده هو حكم ان شبكه المثلثات ما تعديش الخطوط بتاعتي دي. هل ده بيأثر في السطح؟ طبعا بيأثر في السطح جدا زي ما هنشوف دلوقتي. احنا هنعمل ايه؟ هستخدمكم يوم ثاني المجموعه دي عشان ما يجيش معايا في السليكشن ثاني ويبقى في دبل. اهو اختار النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث، عندي ثلاث انواع، وبقول له سيلكت سيميلر كده تختار لي كل الخطوط اللي موجوده معايا في الرسم. بقول له كليك يمين على الاد بريك لاين وبقول له اوكي تمام. مجرد ما بشوف بقى السطح بعد ما هو عمله بالفعل
والاوبجكت فيو نشوف مع بعض كده اهو السطح بقى تماما شبه مين شبه اللي موجود فعلي في الايه في الـ في الـ في الموقع زي ما انتم شايفين لو احنا جينا مثلا من الجهه الثانيه كده الجهه العلويه اسف اهي ادي المنطقه اللي ايه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها اللي هي زي كده جلسه دي تمام دي هي اهي موجوده معايا هنا بنفس تفاصيلها تمام نفس الشيء انا عندي هنا مثلا في خط انا كنت ناسيه مثلا ما رسمتوش فايه ده اللي هحتاج ارسمه تاني عشان يرسمها لي هنا ولكن اغلب المناطق كلها خلاص بقت سليمه الرامبات بتاعتي بقت ظاهره ادي الرامب بتاعي اللي موجود هنا ده نفسه اللي كان موجود في الصور اللي هو كان ده تمام ادي الرامب ده هو نفسه الرامب مين الرامب اللي موجود عندي هنا بقت كل التفاصيل جايه رامب يعني كل ما هناك ان انا ضفت بس مين ضفت بريك لاين للسطح عشان يعدل شكل السطح زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين يبقى البريك لاينز دي في حاله لو انت عندك تغيرات راسيه كتيره يفضل ان انت طبعا ده الاساسي بتاعك ان انت تضيفها للسطح بتاعك عشان يبتدي يعدل لك سطح شكل الارض الطبيعيه بتاعتك كل ما هنالك انت لازم بتعمل الخطوات دي كلها ويفضل حاجه من اتنين لو انت راجل بتاع مكتب يا اما تزور الموقع وتشوف بعينك وتوجه الناس مثلا ترفع ايه يا اما الناس وهي بترفع هناك تصور لك بحيث انت لما تيجي تشتغل في المكتب يبقى انت بعد ما تخلص الشغل بتاعك تبتدي تشوف هل الحاجه دي منطقيه زي اللي موجوده فعليا في الموقع ولا لا لو الراجل ما صورش بتجيب الراجل اللي رفع تعالى اقعد جنب مني شوف الوضع كده سليم اه الامور تمام وبعدين تاخد السطح بتاعك للمرحله اللي بعد كده ايا كانت مرحله تصميميه او ان انت بتنفذ عليه حاجه ثانيه تمام يبقى احنا كده شرحنا بس السطح اهو ازاي بيتعمل من بوينت جروب طبعا في كذا طريقه للسطح برضه معلش انا بستاذنكم المحاضره الجايه ناخد اول حته كده برضه للسطح اول نص ساعه ولا حاجه للاسطح وبعدين ايه نكمل بعد كده في بقيه الاوامر لان احنا عندنا كذا طريقه لعمل السطح من ضمنهم طبعا اللي هي الخريطه الكنترول دي الاشهر على الاطلاق هي الايه والبوينت جروب فكده احنا عملنا السطح بشكل عام عدلنا الستايل طبعا الستايلات زي ما احنا قلنا هي فكره الستايل انت بتيجي تعدل الستايل بتاعك هنا مثلا على سبيل المثال انا هغير الستايل هخليه مثلا الاثنين لعشره باك جراوند تمام كده زي ما انتم شايفين عامل لي هو الكونتور الباك جراوند بيبقى لونه ايه بيبقى لونه رصاصي كده بحيث ما يماتش معاك قوي في الرسم نفس الوقت انا مش عايز الترينجلز اهو دي شبكه الايه الكونتور بتاعتي وتعدلها كليك يمين على اي ستايل بتقول له ايديت سيرفس ستايل وتبتدي تعدل الالوان تعدل الاشكال تعدل كل شيء انت ممكن تقعدوا بقى تجربوا تشوفوها كده هنتكلم بس عن بوينت سوري الكونتور المره الجايه ان شاء الله حاجه بسيطه والاناليسيس اهم حاجه عندنا الاناليسيس ده عشان تفاصيله لذيذه جدا فان شاء الله هنكمل بس الاسطح حاجات بسيطه المره الجايه ان شاء الله الاسطح حلوه ولذيذه هي كل الاعتماد كان على اللي هو الايه اضافه السطح هنعلمكم برضه المره الجايه ازاي تعملوا تغييرات في السطح سواء من بارتفاع او بانخفاض للسطح او ازاي ندمج كذا سطح مع بعض هيبقى في المحاضره الجايه ان شاء الله هو دلوقتي مبدئيا كده اللي عنده سؤال سريع في الجزئيات اللي احنا خلصناها دي احنا معانا تقريبا خمس دقائق تمام اللي عنده اسئله بس لو سمحت ارفع ايدك بس محمد عاطف اتفضل يا شباب السلام عليكم ازيك يا هندسه هندسه ايوه السلام عليكم كيف حالك الحمد لله تمام والله يخليك بعد اذنك هندسه عندي طريق محتاج اعاده انشاء 5 كيلو فهو زي الطريق اللي كان حضرتك جايبه في اول الرسمه كده فهو اترفع بالجي بي اس نقاط كل محطه تقريبا كل 25 او 30 متر سنتر وعلى اليمين وعلى الشمال الاستشاري بقى المساح عايز يستلم ستيشن انا عايز اطلع للمساح ستيشن اوفست اليفيشن في النص في السنتر وعلى ايدج الاسفلت اربع نقاط يمين واربع نقاط شمال وانا عندي النقاط تعتبر يعني عشوائيه شويه هي كل محطه بس عشوائيه شويه ازاي اطلع ستيشن اوفست اليفيشن بقى من على الطريق مثلا واطلعها في اكسل لي بص مبدئيا رقم واحد هتعرف الالاينمنت بتاعك على الرسم رقم اثنين الداتا اللي انت طلعت بيها طبعا الداتا دي مش على الستيشن بالظبط ولكن انت عايز تطلع على الستيشن بالظبط تمام كده؟ تمام حلو يبقى انت هتعمل رقم واحد هتعمل سطح رقم اثنين من الداتا اللي معاك رقم اثنين هتعمل الاينمنت من اللي معاك رقم ثلاثة هتستخدم نفس الطريقه اللي انا شرحتها من شويه وبرضه دي موجوده عندي على القناه هوريها لك ان انت بتحط في الاكسل الاوفست اللي انت عايزه والستيشن اللي انت عايزه لا انا عايز اطلعها ليفل هندسه مش كوردينيتس يعني انا هطلعها ماشي انا بقول لحضرتك هتعملها الاوفست اللي انت عايزه والستيشن اللي انت عايزه وتعملها في الاكسل حلو
وبتعمل لها تمام جوه الرسمه. مجرد ما النقاط دخلت عندك في الرسمه، حلو كده على سبيل المثال، بتعلم على النقاط بتاعتك دي، مثلا نزلت عندك في الرسمه خلاص النقاط اوريدي هو معايا نعم رايين، هتعمل النقاط هتعلم عليها من الرسم زي ما انا بختارها مثلا كده. مجرد ما بختارها انا، طبعا هي نزلت معاك ايست ونورث زي ما انا شرحتها من شويه، معاك ايست فقط، بتعلم عليها زي ما انا زي ما انت شايف كده. وهتلاقي حاجه هنا اسمها elevation from surface، تضغط عليها elevation from surface ايوه فوق على الشمال. مجرد ما انت تختارها بيقول لك اجيب لك مناسيب النقاط دي من انهي سطح، فبتختار له السطح ده وبتقول له اوكي، فبيدي لك اوبشن تحت هنا بيقول لك هل انت عايز كل النقاط اللي في الرسمه ولا السليكشن اللي انت اختارته. ففي الحاله دي بتقول له السليكشن، المجموعه اللي انا واختارها فقط. مجرد ما تقول له سليكشن بيجيب لك مناسيب النقاط دي من السطح. يبقى كده انت الايست والنورث جبتهم بناء على ادراجك النقاط، والزد بناء على السطح اللي موجود. كل ما هنا تستخرج النقاط بتاعتك هيطلع لك ايست والنورث وزد. هو انا بدرج النقاط يا هندسه، يعني انا هعمل الالاينمنت الاول وبعدين هدرج هحط النقاط على الاكسل، احط الاستيشن والاوفست وبعدين ادرجها طبعا للالاينمنت ده، يعني احسب الايدج بتاع الاسفلت كام من هنا وكم من هنا يعني كل الاوفستات تحسبها في الاكسل. احسب الابعاد اللي انا عايزها وانزلها على على السيفل، لان اللي انت هتجيبه من الاكسل هو اللي هينفذه لك في الموقف في السيفل. تمام تمام مش عندي درسين في اسمه ايه هندسه الدرس، معلش اللي بيشرح النقطه دي. هتلاقي حضرتك في بص مجموعه اسال هشام اخر ثلاث دروس تقريبا، اخر ثلاث دروس هتلاقي اللي هو الدروس اللي هو ادراج بيانات خاصه بميزان، واخد بالك؟ ادراج بيانات خاصه بيه؟ راح صراحه كده افتح معاك معلش. معلش عندي طب هل الهندسة تنفع بطريقة سبوت إليفيجن؟ لا السبوت ما بيطلعش داتا، السبوت بيطلع بس بتاع بيطلع كتابات. استاذنك بص اللي هي في مجموعة اسأل هشام، حلو كده؟ تمام. الفيديو الأخير بص يا سيدي هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم أي إدخال نقاط، حلو كده، واستخراج النقاط بشكل ستيشن أوفست. أنت هيهمك إدخال النقاط، وكمان في الدورة الأساسية درس رقم 20 اللي هو أسئلة وأجوبة حول الأسطح، هتلاقي السؤال ده موجود هناك إن شاء الله. تمام يا هندسة شكرا جزيلا. العفو يا فندم، العفو. جزاك الله خير. مين معانا تاني؟ طيب يا باشمهندس في سؤال مهندس محمد الكاح بيقول بخصوص النقاط. كملي في حال ان النقاط لو بدي اياها اوفست يمين ويسار بس منها على ستيشن معروف، نقاط عشوائية بسنتر الطريق. طيب هي نفس الفيديو اللي انا فاتحه. يعني هي نقاط عشوائية ولكن انت عايز تطلعها على ستيشن اوفست. اهم سلوب 2% يمين ويسار. اللي عاوز النقط تكون محسوبه بالليفل. يعني مع الاسلوبات النقط تكون محسوبه بالليفل بتاعها. ده السؤال بدي اياها اوفست يمين وشمال بس منها على ستيشن معروفه نقاط عشوائيه. بس انت الاهم انه في سلوب يمين ويسار مثلا. بص اصل هي عمليه الاوفست يمين ويسار كده، انت البرنامج مش هيحسب لك ايست ونورث. اوفست يمين ويسار ده في حياتك عندك سطح يجيب منه او عندك كوريدور، واخد بالك؟ فيفضل انت تجيب السنتر والاوفست يمين وشمال هيجيبوا لك الاحداثيات ايست ونورث. الزد احسب على اكس سهل، واخد بالك؟ بدل ما تعمل كوريدور وتعمل حاجات كتيره، لا على الاكس الاسهل بكتير من الموضوع دوت. يعني انت كايست ونورث هتجيبها من السيفن، الزد هاته من الاكس، انت معاك اوريدي السنتر هتعمل سلوب يمين وشمال بناء على الاوفست اللي موجود. يعني هو البرنامج نفسه النقاط عشوائيه سواء انت عايز تخرجها كما هي او تخرجها على اوفست سليم وستيشن سليمه، دول انت ممكن تعملها. بص عندك في حاله لو انت عايز تخرج على سبيل المثال انت عندك سنتر لاين ورفعت نقاط عشوائيه ايا كان شكلها ايه، عايز تطلع الستيشن والاوفست بتاعها، هتلاقي درس انا واقف حتى عليه اللي هو في اسك هشام الدرس رقم 25، ده ازاي تخرج الداتا ستيشن اوفست. عايز تخرجهم بقى بالمنسوب، لا في حاله لو انت عايز تحسب لهم يعني منسوب، انا اسف، احسبه على الاكسل او بدل ما زي كان الفكره ان على السيفل هجيب لك المنسوب منين يمين وشمال، هو ما بيمشيش بسلوبات الا لو على الكوريدور مثلا او على حاجه، فبدل ما تعمل خطوات الكوريدور وما الى ذلك ممكن تحسبه على الاكسل بشكل اسهل. طيب سؤال باشمهندس كريم لو سمحت، ايه الفرق بين بس بحساب الكميات بطريقه القطاعات وطريقه الاسطح، وايه العامل اللي يفرق؟ بصوا احنا لسه ما رجعناش للاثنين، هو الكميات والاسطح. القطاعات بشكل عام البرنامج
لو على سبيل المثال انا عملت مثلا قطاع كل 20 متر، فالبرنامج بيشوف لي اريت القطع والردم في السكشن اللي هو على الزيرو والسكشن اللي على ال 20 وبياخد المتوسط ما بينهم وبيضربه في الطول. طب على سبيل المثال كان عندي في النص في ال 20 متر دول عندي جبل طلع ونزل، هل البرنامج شافهم في القطاعات؟ لا، فمش هيحسب لك كميه الجبل ده، لان البرنامج هياخد بس ما هو شايفه في القطاع. ده اسمه سامبل لاين، سامبل اللي هو ايه عينه، بياخد عينه من الطريق على الخط ده وعينه ثانيه اللي هو السامبل لاين اللي بعده على بعد 20 متر او 25 متر. طب في النص حصل مثلا في دروب، جت مثلا بحيره في النص، جه نهر في النص، حلو كده، او جه جبل في النص، هل البرنامج شافهم؟ لا ما شافهمش، هو شافهم كسطح ولكن ما شافهمش ككميات. ليه؟ لان هو شاف القطاع اللي على الصفر والقطاع اللي على 20 او على 25 وحسب الكميه ما بينهم على هذا الاساس. اما سطح من سطح فبيجيب لك الوضع كما هو السطح الارض الطبيعيه والتصميميه، وكل ما هنالك هو بيعمل ايه؟ بياخد السطح الاساسي وبيسقط السطح الثاني عليه، يجيب فروقات فروقات المثلث سوري فرق الارتفاع لكل مثلث ويبتدي يحسب له متوسط ارتفاعات لكل مثلث في ارية المثلث ويدي لك الكميه بتاعتها كام. فطبعا هي الادق الكميات سطحين من بعض عشان بيجيب لك الوضع الفعلي. اما اللي تقدر تقدمه للجهات المختصه بيبقى القطاعات عشان بيحبوا يشوفوا شكل شكل القطاعات. القطاعات في حاله لو ما فيش تغيرات كتيره بينيه اعمله كل 20 متر 25 متر. اما لو في انت عارف ان في تغيرات بينيه كتيره زي مثلا جبل او نهر او ما الى ذلك بتقلل المسافه ما بين القطاعات قدر الامكان عشان يجيب لك المساحه سوري الكميه الى حد ما شبه الكميه الفعليه ما بين سطحين. فعمليه الاختيار ما بينهم لو انت عايز الكميه الفعليه وفي نفس الوقت انت بتقدم للجهه اللي قدام منك هتستلم منك الداتا بهذا الشكل ولا لا. يعني في جهات ما بتقبلش سطحين من بعض. تمام. السؤال المهندس محمد عبد الحميد بيقول هل في طريقه اعمل اكستند للسطح غير فكره ان نعمل اكستراكت للبوردر ومن ثم تحويله الى فيتشر؟ ما هو بص الفكره كلها عمليه اكستند للسطح دي البيانات اللي بره ايه؟ هو المشكله ان هي هو انت مش محتاج تحوله لفيتشر ولا حاجه، اخونا خالد عبد الكريم الكلام اللي جاي انت مش محتاج تحوله فيتشر لاين، هو لما انت بتخرج السطح اوريدي او بتخرج الايدج بتاع السطح هو بيخرج لك 3 دي بولي لاين، 3 دي بولي لاين انت ممكن تعمل له ستيب اوفست وبيتعمل له اوفست وبتضيف له السطح تاني على البريك لاين، ولكن هو كل ما هنالك هتبقى عندك الحته اللي المنطقه اللي بره دي الليفل بتاعها شبه واحد ما بين الخطين بتوع. ممكن نعملها في المحاضره الجايه، ولكن مثلا ما خدش نفس سلوب المنطقه اللي قبليها وما الى ذلك، لا هو هياخد نفس المتغيرات بتاعت البوردر الخارجي ويطلعها بره، لان هي الفكره كلها السطح او البرنامج مش هيخترع حاجه من بره، انت لازم تضيف له بيانات. فالبيانات المتاحه اللي بالنسبه لك دلوقتي الفعليه يا اما تضيف له رفع مساحي جديد او نقاط جديده او اللي انت بتعمل اكستند للسطح اللي موجود فعليا بالحدود اللي موجوده، والاكستند ده بيبقى المفضل ان هو يبقى ده حاجه بسيطه مش كبيره عشان ما يحصلش تغيرات في الطبيعه ممكن تاثر معاك دي معاك في الشغل ولا حاجه. تمام. طيب حضرتك يا باشمهندس بالعكس لو انا عندي سيرفس اكس ام ال انا مستورده اكس ام ال وعاوز احوله لنقط، هل في وسيله؟ بص حضرتك هو مجرد ما دخل عندك اكس ام ال اي سطح ايا كان ادخل على قائمه التول بوكس تمام كده وهتلاقي في السيرفس هتلاقي حاجه اسمها سيرفس بوينت تو سي اس في اللي هي النقاط المكونه للسطح نفسه. دي هيطلع لك النقاط بتاعت السطح سي اس في ملف تكست خارجي. حتى لو هو جاي من اكس ام ال ما فيش مشكله. حتى ايا كان مصدره حتى لو معمول من كنتور يطلعها لك بره. وفي نفس الوقت برضه السطح نفسه لو انت علمت على السطح وقلت له ايديت سيرفيس تمام واظهرت النقاط بتاعته اللي هي البوينتس هنا تمام هتظهر معايا النقاط زي ما انت شايف كده. مجرد ما تختار السطح في اوبشن موجود هنا اسمه اكستراكت فروم سيرفيس، انا عايز اخرج اوبجكتس اللي هي مين؟ اللي هي البوينتس اللي هي مين؟ البوينتس. مجرد ما بقول له اوكي هتعمل شويه زوم كده هستاذنك هتلاقي نقطه ظهرت معاك لو عملت لها كنترول واحد يقول لك دي نقطة كاد عادية ايست ونورث وزد كده انت معاك النقاط عبارة عن نقاط كاد في الرسم لو حبيت برضه تستخرجها كاد في الرسم وممكن تحولها نقاط سيفن تتحول معاك نقاط سيفن دي كنت هشرحها في الدرس الجاي ان شاء الله. طيب في سؤال مهندس محمد بيقول لو واقف على نقطة جوه جروب في جدول النقاط اقدر اشوف النقطة دي مباشرة على اللوحة؟ جوه جروب في جدول النقاط قصدك على الشمال يعني النقطة على الشمال موجودة هنا؟ اه طيب ماشي على سبيل المثال النقطه رقم 1037 انا مش عارف هي فين في الرسمه بتعمل كليك يمين عليها وتقول له زوم تو زوم تو مباشره هو هيجيبها لك المفروض ايه بس عشان نقاط السطح هنا كتيره في
بس نقاط الصرف تمام. تمام اي مثلا 1037 دي وقلت له زون 2 هو جايب لك المفروض عشان بس هي منطقه مليانه نقاط كتير. حلو ممكن تعمل زد تي بي وتكتب الرقم اللي انت عايزه مثلا 1037 هيعمل لك تقريبا زوم اكتر. هو خلاص هو جايب كده هي يعني هتلاقيها المفروض في نص الرسمه يعني النقطه اللي انا واقف عليها دي هي المفروض في نص الرسمه بالظبط يعني 1037 هتبقى مين فيهم لا المفروض دي او دي دي 34 1037 هي هتبقى هنا المفروض 1037 اهي انت بس تعمل عليها كليك يمين وتقول له زوم 2 هي لو نقطه واقفه لوحدها هي دي بالظبط هي في نص الرسمه اللي هي النقطه دي تمام. دي اسرع وسيله توصل ليها او تعمل زد تي بي وتبتدي تكتب الرقم اللي انت عايزه يوصلك ليها على طول. لو مجموعه نقاط برضه تتعلم عليهم وتقول له سيلكت تقول له ايه زوم تو بوينت هي جايب لك برضه زوم عليهم. في باشمهندس بلال بيقول ليه السيفل مش بيلتزم بالباوندري حسب نقاط الفنس حسب نقاط الفنس الموجوده وبيعمل مثلثات اضافيه خارج الفنس تحتاج مني امسحها واعدلها. بص هو في انت ممكن بتعمل ليميتيشن لعمليه الخطوط او المثلثات دي بتقول له والله اعمل لي مثلثات باطوال معينه وما الى ذلك ولكن البرنامج برضه بالنسبه له هو مش عارف حدودك انت فين. يعني هو ممكن يكون انت والله المنطقه دي كان في تجويف في الارض فانت دخلت جوه وطلعت ولكن انت عايز المنطقه بره الخارجيه هكذا. واخد بالك فانت ممكن لو هي بتاخد مسافات طويله او بيعمل مثلثات طويله ممكن بتحدد تقول له لا والله يعني انت تعمل مثلث يبقى اطول ضلع في المثلث اللي بتعمله انت مثلا 50 متر يبقى مثلا لو هو مش هيجيب لك مثلا نقطه من الايدج دي للايدج دي لا هو هيفضل بقى ماشي لحد ما دي بتحكم ان هو ما يعملش مثلثات طويله ولكن برضه ما تقدرش تحكم قوي لان هو برضه في جميع الحالات يعني هو بياخد البيست فيت ولكن انت بتحاول برضه تعدل له الموقف يعني احنا زي ما انت شايف عملنا له النقاط هنا ما اعطيناهوش بريك لاين فهو مش فاهم ان دي شبه راسيه فعمل اللي قدر عليه بس اللي قدر عليه ده مش هو اللي مطلوب فعشان كده احنا بنعدل وراه فلازم هيكون في تعديل. وفي بيقول لك اعرف منين كل التفاصيل والاضافات اللي حصلت على السطح. السطح طبعا ليه هيستوري مجرد ما انت بتضغط على السطح وبتقول له سيرفيس بروبرتس تيجي على الديفينيشن بيجيب لك كل حاجه حصلت في السطح هنا. انت عملت سواب ايدج ضفت بريك لاين عملت وللعلم التغيير الترتيب هنا بيغير لك في السطح مباشره ودي ان شاء الله هنشرحها المره الجايه. بس انت لو حبيت تعرف اي تغييرات التغييرات بتحصل هنا. اي حاجه حصلت في السطح ابتداء من وقت ما عملته لحد ما خلصته هنا موجوده فين؟ موجوده معاك هنا. اللي هي في السيرفيس بروبرتس قائمه الديفينيشن ثاني اختيار. شكرا على معلش طولنا على الطرد. المهندس احمد بيسال بخصوص ترتيب سؤال بخصوص ترتيب النقاط. ما هو قال لي ترتيب النقاط تقريبا ينفع نرتبهم في الارقام قصده ايه ترتيب النقاط يعني ندي مسمى ثاني ولا ايه؟ هو احمد معانا طب يفتح مايك يفهمنا هو عايز ايه بالظبط لو ينفع. لان هو ترتيب النقاط لا يتكرر ترتيبها في نفس اللوحه يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي بوينت جروب بدا من 1 ل 10 بوينت جروب اللي بعديها بدا من 11 ل 50 هل ينفع اخليها تبدا من واحد ل 40؟ لا ما ينفعش لان رقم واحد مش هيتكرر ثاني في الرسمه. الو السلام عليكم. اتفضل يا كابتن. انا مع حضرتك هندسه. انا سؤالي لو انا دلوقتي اضطريت ان انا انزل النقاط بتاعتي بالترتيب بس انا في عندي امر اسمه ري نمبر على بمجرد ما بسلكت على النقاط في عندي امر اسمه ري نمبر. هل الري نمبر الاول بيعيد ترتيب النقاط تاني من واحد؟ لا بص هو بيعيد ترتيبها بس اهم شيء ان الرقم اللي انت تختاره ما يكونش موجود في الرسمه يعني على سبيل المثال انت نزلت رقم من 1 ل 150 حلو كده؟ تمام وعايز تعيد ترتيب الارقام من 100 ل 250 تمام. عندك انت رقم من 100 ل 150 موجودين في الرسمه البرنامج مش هيقبل. طيب تمام شكرا. ساعتها انت ممكن تعمل حاجه بتقول له ري نمبر مثلا من 1000 ل 1100 من 1000 مثلا فهو بيرقم لك ابتداء من 1000 وترجع تاني تقول له لا رقمهم لي مثلا من 100 يعملهم لك من 100 ل 150. طيب تمام. انا كنت عايز بس اضيف حاجه بخصوص بعض الشباب كانوا بيسالوا بخصوص لو انا هطلع اوفست من عن طريق الالاينمنت وكده. فهو الحاجه دي كانت بتقابلنا كتير. انا اقول بس انا كنت بعمل في ان انا كنت بطلع اي نقاط محتاجه اطلعها من الالاينمنت من التولز بطلعها عن طريق البوينت. يعني ممكن اطلع اوفست واوفست عشان اوفست اوفست لكن ما فيهاش ليفل مفهاش ليفل.
لا الليفل الاسلوب زي ما حضرتك قلت ممكن اطلعه عن طريق الاوفست بقى من خلال ملف الاكسل. هو السؤال دي بص بقى في الاكسل، سوري يبقى في الاكسل انا قصدي ان هو دلوقتي ستيشن اوفست ده ريبورت، انا لسه حتى كنت فاتح الرسمه وقلت له اهو الدرس رقم 25 في اسهل الشاب اللي هو استخراج الاحتساب ستيشن اوفست ده، كده انا خرجت ستيشن اوفست. اما عشان اكيد بقى النيول مع الاوفست تفضل على السيم سوري على الاكسل على السريع يعني. خلاص شكرا جزيلا. العفو يا فندم. العفو تحت امرك. السيد عسلان اتفضل. لو سمحت هندسه بس هو سؤال بسيط كده. بالنسبه للبريك لاين حضرتك اشتغلت 3 دي بوردو لاين، انا دايما بشتغل في فيوتشر لاين، هل تفرق؟ لا بص هو ما تفرقش، ولكن هو في والله انا كنت مجهزه بس ما نحيناش دلوقتي يعني، انا المره الجايه ان شاء الله. الفرق ما بين ال 3 دي بوردو لاين والفيتشر لاين، بص الفيتشر لاين اصلي ليه مزايا، هو طبعا حلو جدا، ولكن ليه عيوب. ليه عيوب بحيث لو اثنين فيتشر لاين في نفس السايت وطلعوا فوق بعض بياخدوا من ليفل بعض، فساعتها البريك لاينز عندك اكيد اكيد هيظهر في الاوبجكت فيو بتاعك. هيظهر لما تيجي تجيب اللوحه 3 دي هيظهر معاك. لا بياخدوا يعني من ليفل بعض. ماشي، ما انت حضرتك ممكن تحركه بحيث ان هو ينزل يطلع براه. انا قصدي ان انت دلوقتي لو حصل معاك اتنين فيوتشر لاين اتعكسوا مع بعض في نقطه، هتيجي تجيب ال 3 دي بتاعك هيبدا يظهر معاك ان في مشكله في المنطقه دي. هي برضو الفيتشر لاين حلو زي ما قلت لك ان هو مثلا هياخد معاك كيرفات او في كيرفات والكلام ده كله يعني. الفيتشر لاين مش هياخد، ولكن برضو لو الفيتشر لاين ده موجود في حته فيها جريدنج والجريدنج ده دخل معاك في الفيتشر لاين هيختلف لك الدنيا برضو يعني. كل الاوبشنز انا بتكلم ان الفيتشر لاين فيه ميزه ان انت ممكن بعد كده تزود عليه النقاط فيزيد عمليه الربط ما بين المناطق ديت كله يزيد عليه. حتى ال 3 بول لاين نفس الشيء، من قائمه موديفاي هتلاقي قائمه موديفاي دي الجزء الخاص بالليفيجن اديتور، سوري الليفيجن اديت الليفيجنز ده بيتعامل مع الفيتشر لاين ومع ال 3 بول لاين. 3 دي بول لاين خلاص مش شكرا. هي الفكره بس مفيش فرق، بس مفيش فرق في الشغل والنتائج بينهم. اللي يفضل في حاله لو انت عندك منطقه هيكون فيها كيرفات اطلع الفيتشر لاين على طول، لكن مفيش كيرفات يفضل ال 3 دي بول لاين عشان تهرب من عمليه ان هم يختلطوا ببعض او ياثر. لان مثلا فيتشر لاين لو دخل معاك في جريدنج هيبوظ لك الجريدنج حاجه كده يعني، خد بالك. انا من محب الفيتشر لاين، الفيتشر لاين ده معتبره زي كريم ابني كده. ربنا يخليه لك يا هندسه. الله يبارك لك يا رب. ماشي الف شكر يا هندسه. عفوا يا باشا. اول مره ان شاء الله المره الجايه هتلاقي في فرق شرح ما بين الفروقات ما بينهم وما بعض ان شاء الله. اصل بصراحه انا بشتغل بالفيوتشر لاين على طول، ما بشتغلش في 3 دي. انا بقول لحضرتك هو الفيوتشر لاين حلو وكل شيء، بس الواحد بيخاف. بس هو حاليا طبعا في الاصدارات الحديثه ابتداء من 2017 وانت طالع هتلاقي في الفيوتشر لاين ليه تاب لوحده ومكتوب نو سايت. نو سايت يعني مش هتدخل مع حاجه ثانيه، فده الحل الامثل. لكن لو انت شغال على اصدارات قديمه يفضل ان انت تبعد عنه في حاله اللي هو البريك لاينز الا لو عندك كيرفات، غير كده لا. ماشي الف شكرا يا هندسه. ماشي شكرا. سؤال البريك لاين اللي حضرتك عملته من خلال رفع المستحيل، حضرتك وصلت كلاين بس ولا 3 دي بلو لاين؟ بص حضرتك طب ما دام هم ذكروه بس انا عشان في ناس طلعت كتيره بس نلحق ايه نوريكم الاسبوع. لا 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 انا اسف معلش. لا بصوا انا وصلت بال 3 دي بلو لاين حلو كده. فكره اللاين من 3 دي بلو لاين الاثنين واحد، ولكن مشكله اللاين ان هو عناصر منفصله يعني. لو انا وصلت ما بين 10 نقاط هيعمل لي 9 خطوط حلو كده، في حين ان 3 دي براين هيعمله لي كله، هيوصل لي 10 نقاط وياخد لي مناسبهم المختلفه، وفي نفس الوقت يبقى عنصر واحد سهل اختيار. هي دي المفروض انا المقارنه ما بين عناصر الرسمه بالذات كنت المفروض اشرحها مع بريك لاينز بس ما لحقناش. معلش المره الجايه ان شاء الله نشرحها. في برضه سؤال بيسال حضرتك البريك لاين ده كيفيه توصيل النقاط العلويه والنقاط السفليه؟ بص هو بناء على الاكواد يفضل ان انت اثناء الرفع بتعمل باكواد، او لو انت معاك ارقام النقاط متسلسله يفضل لو انت هترفع حاجه يعني. مثلا على سبيل المثال نرجع للصوره هنا، لو انت هترفع او نرجع للصوره دي، لو انا هرفع تحت وارفع فوق خد الارقام اللي تحت دي بشكل تسلسل، وبعدين خد التسلسل العكسي بتاع الناحيه الثانيه ماشي كده. وبعدين من خلال هعملها لك المره الجايه ان شاء الله في ترانسبيرنت كوماند، فامر بسيط هقول له انا عايز اعمل 3 دي بول لاين يعني. مثلا ممكن نعملها في الرسمه اللي مفتوح بالفعل دلوقتي هنا كده، بس طبعا هو هناخد بارقام يعني. فبقول له انا عايز اعمل 3 دي بول لاين حلو كده، وانا عايز اوصل النقاط مثلا من 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 100 ل 150 انا عارف ترتيبهم كده. فبتيجي هنا على اليمين هتلاقي حاجه اسمها البوينت نمبر، البوينت نمبر تضغط عليها وتكتب له انا عايز اوصل من ال 100 شرطه 150 يعني، وصلني من نقطه 100 لنقطه 150
اللي هو الاي 3 دي بلو لاين، ومجرد ما بتضغط له انتر زي ما انت شايف رسم لي بالفعل مين، رسم لي 3 دي بلو لاين على نقاط بالترتيب اللي انا طلبته منه اللي هو من 100 ل 150. فيفضل لو انت قاعد تشتغل في الموقع حاول تخلي الرفع بتاع بالذات المناطق اللي زي كده بالترتيب، لو مش بالترتيب للاسف هتضطر توصله بشكل يدوي، لان عمليه بقى ايه هو بالترتيب زي ما انت شايف احنا وصلنا 50 نقطه في لحظه ده لو هم كلهم ورا بعض. فممكن تتعب شويه في الموقع عشان تريح في المكتب، او تضطر ان انت تتعب في المكتب عشان تريح في الموقع. فانا بوصلهم بشكل يدوي. وعلى فكره المؤثر اكتر الخط السفلي مش العلوي، لان العلوي كده كده هيضطر ان هو يمسك في السفلي، وفي نفس الوقت هو هياخد بشكل فلات مثلا لو في عنده منطقه فلات فوق حلو كده، لكن السفلي هو لازم اللي يتوصل، لكن العلوي مش شرط قوي. طيب ان شاء الله اخر سؤال المهندس محمد الكاحلي، اتفضل. مهندس هشام حبيبنا، اهلا باشا اخبارك. معلش انا سالتك قبل سؤال بس أيوة يمكن أيوة. انا ما اعرف اوضح لك أيوة. اوضح لك اللي بدي اياه، هعطيك الحاله بس تاعيتي وانت حتفهم علي يعني. جايين ديزاين لطريق طوله 50 كيلومتر تمام، وعطينا على سنتر الطريق نقاط بمسافات مختلفه تمام. فهو بيقول لك انا انت التزم بالنقط اللي انا حاطط لك اياها، نزل لي اياها سنتر الطريق وخذ لي اوفس وخذ لي اوفست منها مثلا 5 متر ب 5 متر طبعا. اوكي حلو. وفي اماكن اعطيك ستوب 2%، اماكن اعطيك ستوب 5%، اماكن راجع 4%، عرفت علي؟ فهو اعطيك بس النقط هذول وقال لك التزم لي فيهم. طيب. ونزل لي بس مقابل كل نقطه 5 متر ب 5 متر. بص عشان نبقى واضحين، رقم واحد ما دام هي استشانات مختلفه يبقى هتعمل الاتي، حضرتك معاك النقاط ايست ونورث وزد صح كده ولا معاك استشانات؟ صح ايست نورث، لا ايست نورث زد. تمام على سبيل المثال حلو، اول حاجه انت عايز تطلع الداتا دي عباره عن ستيشن او ستيشن اوفست بالنسبه للالاينمنت اللي موجود معاك. فهستاذنك هتعمل الاتي، رقم واحد هترسم هتعمل في الرسمه بتاعتك تعمل الالاينمنت بتاعك المسار قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم، هتعمل مسار في الرسمه بتاعتك وهتعمل ادراج للنقاط بتاعتك بشكل عادي خالص زي الايست ونورث والزد العاديه بتاعتنا. حلو حلو كده. وهتبتدي من قائمه حتى السيف اللي حضرتك شايف معايا صح كده؟ قائمه السيف اللي عندك هنا في التول بوكس في البوينتس هتلاقي حاجه اسمها ستيشن اوفست تو بوينت. ستيشن اوفست تو بوينت دي مهمتها ان هو لو عندك مسار وعندك نقاط هينسب لك النقاط دي للمسار ده. فانت عندك النقاط دلوقتي ايست ونورث وزد وحاول تنزلهم بالترتيب يعني من او مش شرط مفيش مشكله ايا كان رقمهم حلو؟ تمام. الريبورت ده هيطلع لك نفس النقاط دي ستيشن واوفست واليفيجن. ايوه انا هذا اللي بدي اياه. حلو، هيطلع لك ستيشن واوفست واليفيجن تمام. يبقى انت كده عندك النقط عباره عن ايست ونورث وزد في الاكسل وفي السيفل، في نفس الوقت هيطلع ريبورت كمان ستيشن واوفست. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت ايست ونورث وزد وستيشن واوفست لكل نقطه على مسار الطريق تمام كده. وساعتها بعمل الطريقه اللي انت قلت لي عليها بالاول بالظبط كده. هتاخد بقى الاستيشن والاوفست دول حاول تاخدهم طبعا بالترتيب، يعني هو في الاكس بقى رتبهم تصاعدي من الاستيشن الاقل للاستيشن الاعلى. خد الاستيشنات اللي موجوده عندك ابتدي تجمع منها الاوفست اللي انت عايزها مره على اليمين ومره على الشمال وطلعها. هنا الفكره في ايه؟ هنا انت عندك بقى دوره الاستوبات متغيره، فيفضل هنا انت هتجيب الايست والنورث من السيفل والليفل تجيبه منين؟ من الاكسل. انت هلا فهمت علي يعني شو قصد بالضبط. طب هستاذنك برضو انا عملت الكلام ده موجوده عشان. هي اهو نفس الفيديو اللي كنت بكلم الشباب عليه اهو يا فندم. رقم كام؟ رقم 25. الفيديو رقم 25 اسال هشام ده ازاي الداتا اللي عندك اللي هي الايست والنورث والزد اللي في الرسمه ازاي تطلعهم للاكسل ستيشن واوفست، وبعدين تعمل بقى انت تدخلهم عمليه الادخال بتاعتهم خلاص مفيش مشكله فيها. حتى هسالك معلش هتلاقي درس في الدوره الاساسيه اللي هي دوره السيفل الاساسيه دي درس تقريبا 19 او 20 اسمه اسئله واجوبه حول الاسطح، هتلاقيني برضو كتبت دخلت داتا بستيشن اوفست يعني دخلتها نفس اللي انا شرحته لكم في الفيديو من شويه. الله ينور عليك، انت هلا جاوبتني من اللي انا بدي اياه. الله يخليك يا كابتن، تسلم. تسلم تسلم. شكرا لك يا فندم، استعدنا حضرتك والله. لا تحت امرك يا باشا، تحت امرك، ما كنتش طولت عليكم، انا اسف وما كنتش الناس هربت مننا اوريدي بس مفيش مشكله. ما والله معلش. لا والله خلاص، هو عامة اللي عنده معلش سؤال استاذنكم يا اما يبعت لي على الخاص يا اما ان شاء الله او ممكن على اللي يعمل كومنت ولا حاجه في الجروب هجاوب عليه بكره ان شاء الله بالكثير.
والباقي باذن الله نحسبه نعمله ايه المحاضره الجايه باذن الله. واتمنى يعني نكون احنا جبنا جديد يعني، رغم ان في حاجات متكرره كتير، بس اتمنى ان احنا جبنا جديد. ان شاء الله برضو هحاول ان انا اعمل بوست النهارده او بكره، خليها بكره باذن الله، بوست عن الحاجه اللي انا اتكلمت فيها دي والفيديوهات المماثله ليها في فيديوهاتي بالتفاصيل لو حد عايز يعني. شكرا لحضرتك يا فندم. العفو يا فندم، العفو، تحت امر سعادتك.